مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من أيامنا في البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله يكون يوم مختلف، عندنا فقرات كتيرة جدا متنوعة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. زي ما بقول دايما، احنا بنحاول نقدم يعني كل جديد، بنحاول نغطي كواليس اكيد فرقتنا الفريق النادي الاهلي واستعداده للمباراه النهائيه، وعندنا اخبار كتيره جدا وكواليس كتيره جدا النهارده في البيت الكبير. خليني في الاول طبعا ارحب بسهام. مساء الخير يا سهام، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الاهلي العظيم، برحب بحضراتكم. اول حلقه في الاسبوع الجديد من البيت الكبير. عايزه قبل ما نبدا اي كلام بس نقول لكم فقراتنا النهارده. الفقره الاولى ان شاء الله مشرفنا كالعاده الناقد الرياضي جمال الزهيري والناقد الرياضي محمد القوسي. هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا، خاصة ان احنا خلاص بدأ العد التنازلي لأهم مباراة، المباراة الإفريقية بين الأهلي والزمالك ان شاء الله. كلام كتير جدا في الموضوع ده. الفقرة الثانية بإذن الله يكون مشرفنا مدافع فريق الجونة والنادي الأهلي السابق لؤي وائل، مشرفنا. هنتكلم برضو معاه في كلام كتير جدا يخصه، يخص الأهلي ويخص الجونة. الفقرة الثالثة فقرة من نوع خاص مشرفنا فيها كابتن محمد شومان. مين نجم محمد شومان ده؟ نجم تنس الطاولة في النادي الأهلي وبطل الدوري للمرة 11 على التوالي. مراته مين بقى؟ مراته مدربة الباليه المائي وبرضه في النادي الأهلي، الكابتن شمس العياشي. النهاردة فقرة رياضية اجتماعية بامتياز، خليكم معانا. وده طبعا يعني لقاء عائلي، خلينا نقول في البيت الكبير او العيله الواحده، عيله النادي الاهلي. صحيح صحيح، ان شاء الله يشرفونا ويبقى حلقه مميزه ان شاء الله. لكن عايز ابدا طبعا مع حضراتكم اكيد فرقتنا، فرقه النادي الاهلي. طبعا الساعات اللي فاتت عوده التدريبات من جديد، احنا عارفين بعد طبعا مباراه طلائع الجيش كان في راحه لمده 3 ايام، كمان موسيماني شاف ان اللعيبه محتاجه راحه اكتر فاداهم راحه لمده اسبوع، وبيستأنفوا امبارح التدريب يوم السبت. طبعا كل ده استعدادا طبعا للمباراه النهائيه ان شاء الله يوم 27 نوفمبر على استاد برج العرب في اسكندريه. طبعا البطوله الغاليه، البطوله اللي كلنا مستنيينها ان شاء الله باذن الله، كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يكونوا في اعلى معدلات التركيز واليقظه والهدوء كمان على جميع المستويات وعلى اكيد المستوى الفني. فريقنا النهارده طبعا احنا عارفين ان كل الجهاز بيشتغل، يعني كل الناس بتشتغل، يعني زي ما بيقولوا شغل بروفيشنال، شغل احترافي. وعايز اقول لكم ان مش بس على مستوى موسيماني واللعيبه، لا كمان على مستوى الاداره كابتن سيد عبد الحفيظ، على مستوى مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب مركز مع الفريق ودايما سبورت ليهم. وخلينا اقول في المباريات النهائيه او المباريات الكبيره ديت بيكون التركيز على اعلى مستويات من اعلى واحد كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره لغايه كمان عامل الملابس. واحنا كنا لعيبه كوره عارفين كمان بيكون ليه دور كبير جدا، عمليه التنظيم، عمليه الهدوء داخل غرفه الملابس. النهارده ان شاء الله نهائي الحلم اللي احنا كلنا يعني مستنيينه بشكل كبير جدا جدا. ان شاء الله النادي الاهلي يتوج بهذه البطوله الكبيره. لكن زي ما اقول وكمان هناقش مع سهام في الموضوع دوت، ان العمليه مش عمليه تحفيز بس، العمليه على المستوى المعنوي لازم تكون مدروسه بشكل كويس قوي. زي ما قلنا الحوافز والدوافع موجوده لا خلاف، لكن التاهيل المعنوي مهم جدا. وعايز اقول لحضراتكم كمان على المستوى التاهيل المعنوي من خلال موسيماني ومن خلالنا احنا كجماهير وسوشيال ميديا وصحافه، لازم كمان تكون بهدوء. وده الكلام اللي قلته اول ما عرفنا ان احنا هنوصل النهائي، بهدوء بدون ضغوطات، لان طبعا الاوفر موتيفيشن او التحفيز العالي او التحفيز الزياده شويه بيؤدي بنتيجه عكسيه في بعض الاحيان، نخرج عن التركيز شويه. فخلينا نتكلم ان شاء الله ان كل اهلاوي وكل واحد بيحب النادي الاهلي وبيحب كيان النادي الاهلي ان شاء الله سبورت للفريق. هنتكلم ان شاء الله على فرقتنا لغايه المباراه النهائيه بكل هدوء بكل تركيز. هنوفر لحضراتكم كل معلومه، هنوفر لحضراتكم كل الكواليس، التدريبات، الاجتماعات، ولكن كل دوت من خلال هدوء وتركيز. وان شاء الله باذن الله يتوج النادي الاهلي بالبطوله الغاليه ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. يا كابتن هاني، النهارده كمان يمكن لفت انتباهي حاجه مهمه جدا في تمرينه الاهلي، ويمكن توقفت عندها كتير جدا، والحاجة دي يمكن خاصة بموسيماني نفسه، مستر موسيماني وشغله النفسي الكبير قوي على اللعيبة. قد إيه بيوضح إن المدرب ده فاهم
أو واعي أو عارف أهمية رفع الروح المعنوية للاعبته، وإنه يخلق كمان علاقة قوية جدا أو مهمة جدا معهم، ده شيء مهم جدا زي ما شفنا يمكن قبل كده في الهدف الشهير اللي جابه مجدي قفشة في الوداد المغربي، وشاور لمستر موسيماني في الأول، بعد كده راح جراله على طول، جريله يعني راح له. فامبارح نفس الشيء ده تقريبا، زي ما عرفت انا ان موسيماني قعد مع حسين الشحات نجمنا الكبير، وحسين طبعا زي ما انتم كنتم متابعين معانا هنا في البيت الكبير، حسين كان بيتعرض لاصابه او بيعاني من اصابه عضليه، وموسيماني كان بيتكلم معاه على هامش التمرينه وقال له كده نصا، انت لاعب مهم، انت لاعب مهم جدا، انت بيعتمد عليك، انت الفريق محتاجك في المباراه النهائيه وبيعول عليك كتير. فتخيلوا الكلام ده من المدرب للاعب بتاعه ممكن يأثر عليه قد إيه، ممكن يدي قد إيه بسبب إنك رفعت من روحه المعنوية خلال فترة التأهيل دلوقتي كمان. الحمد لله حسين الشحات بيتقدم وبيتعافى وكلنا بندعي له، ومعاه زي رامي ربيعه هنجيله كمان شويه، وان شاء الله حسين باذنك يا رب موجود مع زمايله في المباراه الختاميه للبطوله الافريقيه. برضو في النقطه دي يمكن موسيماني بدأ النهاردة التمرين أو امبارح يعني قريب العاجل، بعد أسبوع راحة تقريبا، راحة منحة للعيبة، بدأ بكلمة واحدة امبارح، كلمة أنت تقدر، كلمة أنت تقدر. تخيلوا الكلمة دي قد إيه النهاردة بتحفزك، قد إيه بتأكد للاعبتك أن أنت قادر على أن أنت تحقق اللقب، وقدرتهم فعلا على حسم اللقب. والحقيقه ان اللي بيعمله النهارده المدرب الافريقي ده في علم النفس برضه مهم جدا، ان قدره الانسان على فعل شيء بتبدا من ايمانه الحقيقي بقدرته على انه يحقق الشيء ده. انا بقول لنفسي انا هنزل النهارده احقق البطوله، انا النهارده نازل احسم، هو ده دي اشارات العقل، هو ده دايما اللي موسيماني افتكر انه بيعمله مع اللعيبه او بيشتغل عليه مع لعيبه الاهلي، انهم هم الابطال، انهم قادرين، انت تقدر، تقدر على تحقيق اللقب. فده دي ما بحبش مهمة. كلمه شابوه دي فعلا دي تحيه وتقدير فعلا أكيد. اللي بيدخل كده في موسيماني او يركز معاه في تفاصيل شخصيته حتى كابتن هاني يحس قد ايه شخص متواضع، شخص جاي ينجز، شخص جاي يعمل لنفسه تاريخ، فعارف قيمة النادي، اسم النادي، هو طبعا وده مش هيعمله غير من خلال اللعيب. أكيد. ونقطة بتتكلم عليها كمان مهمة، ونحب نوضح كمان يعني للسادة المشاهدين كمان علم النفس، واحنا درسنا الكلام ده اثناء دراستنا، انت شفته اكيد في بره، انت عشت كتير بره، لا انا عشت ودرست يعني الموضوع بيدرس زي ما بنتكلم على في احمال بدنيه، في كمان حاجه اسمها الاحمال النفسيه، امتى المدرب يعلي رتم التحفيز، يعني يتكلم على التحفيز المعنوي بشكل مستمر مع اللعيبه، ده ليه توقيت، وامتى يبدا كمان التحفيز من بدري شويه، يعني كل حاجه وليها معيار، بنتكلم على معيار الفني، بنتكلم على معيار البدني، كمان المعيار النفسي صح. وده مهم جدا، وانت زي ما بتقول يا سهام يمكن بره في اوروبا في كل فريق في مؤهل نفسي، زي ما بنقول في معد بدني، في معد على المستوى الاناليز التحليل الفني، لا كمان في معد نفسي، المعد النفسي ده مهم جدا يتواجد مع الفريق دلوقتي بيقوم بيه موسيماني، لكن كمان زي ما قلت ودي نقطه برضو يعني هتكلم فيها سريعا، مش التحفيز المعنوي مش للمدرب بس ومش لينا كاعلاميين، لا كمان اللعيب لازم يشتغل على نفسه. نفتكر صلاح لما كان في اعلى مستوياته كنا بنقول محمد صلاح هو السنه دي عمل طفره مع ليفربول، السنه اقل، لا السنة اللي بعديها بيزيد صحيح. لا محمد صلاح سنتين لا مش هيكمل، السنة الثالثة بيكمل. من خلال طبعا معرفتي بمحمد وخلال أخباره المنتشرة هو كمان بيشتغل على نفسه الجزء المعنوي، إنه بيقرأ، إنه عنده ملف أو عنده يعني بياخد كده نفسه لمدة أسبوع وبروح يعمل تدريبات بدنية، تدريبات نفسية، إنه بيأهل نفسه كمان، مش دور المدرب بس ولا المؤهل النفسي، لا أنت كمان كلاعب إن شاء الله عندك الدور دوت، إنك إزاي تعيش بهدوء الفترة اللي جاية، إنك إزاي ما تندمجش جوه السوشيال ميديا قوي، تكون عينك ده بيتكلم وده بيتكلم ولازم كل الكلام ده بيؤدي لتوتر، لا أنت كلاعب
بتأدي على أعلى مستوى وأعلى تركيز، التدريبات بتاعتك البدنية والفنية دي على جنب، لكن كمان الجزء المعنوي إزاي تأهل نفسك أنت كمان لعيب، في هدوء في حياتك، في هدوء حواليك، في تركيز كبير جدا، والتركيز ده مش معناه انك مكشر، لا، تركيز بفرح انك داخل حفله كبيره جدا ان شاء الله انت تكون صاحب الحفله ديت، وانت تكون صاحب ان شاء الله انت تكون سبب وهو يتوج فيها ان شاء الله باذن الله. فده جزء مهم جدا، الجزء المعنوي من خلال المدرب، من خلال نحن سبورت اللعيبه، لكن كمان اللعيبه عليها جزء نفسي انها تعيش في هدوء الفترة اللي جاية، بعيد شوية عن السوشيال ميديا، أنا من رأيي أنها تبعد شوية عن السوشيال ميديا، الشد والجذب كل دوت، وزي ما أنت قلتي إحنا قادرين ولاعبتنا قادرة، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله البطولة لينا بإذن الله إن شاء الله. النقطة المهمة كمان قوي اللي كانت يمكن رسالة طمأنة في تدريب امبارح وبمثابة يمكن خبر سعيد لكل جماهير النادي الأهلي، كانت ظهور المدافع القوي رامي ربيعة قلب الأسد. رامي ظهر في التدريب وشارك في التدريبات بشكل قوي ومتميز، وده الحقيقة برضو بيطمننا كتير قبل المباراة الفاصلة أو المباراة النهائية في ظل ظروفك النهاردة المعاكسة اللي الأهلي عاشها السنة دي أو الموسم ده، خاصة على صعيد المدافعين، ويمكن في أكتر من لاعب النهاردة مهم بيتعرض للإصابة، زي في الأول خالص في البداية كان سعد سمير، بعد كده محمود متولي، بعد كده ربيعة، وكان في اوقات يمكن برضو كابتن ياسر شويه وايمن. هو عارفه الفكره يا سهام ان هو الناس كانت قلقانه، طب احنا شايفين ايمن اشرف وياسر ابراهيم ماشيين بشكل كويس قوي وبيأدوا، لكن بعد الناس الشر لو حصل حاجه بالظبط، لو حصل الله. حاجه دي كانت بقى المشكله، طب هنرجع حد من نص الملعب. فوجود رامي ربيعه اولا، احنا عارفين رامي راجل جدا، وصل لفتره او تأهل بشكل جيد جدا النهارده، امبارح دخل في التمرين بشكل جيد جدا، كل اضافه بتضاف بتزيد من حاله الفريق المعنويه والفنيه، وجود رامي مهم جدا ان شاء الله باذن الله. وبيطمنك بيطمنك لان انت كمان الموسيماني محتاج دكه دايما، البطولات ما بتجيش بس بال11 لعيب اللي بيلعبوا، لا، انا اعتقادي الشخصي ان ال11 دول بيأدوا ادوار مهمه جدا، لكن كمان ساعات البطوله بتيجي من بره الخطوط، بره الخطوط يعني موسيماني يستعين بواحد بيزود الحاله الهجوميه، يستعين بواحد يزود الحاله الدفاعيه في حاله ان احنا كسبانين وعايزين نحافظ، فكل اضافه رامي ربيعه ان شاء الله اضافه، وجوده ان شاء الله اضافه لخط الظهر، وبيدي ثقه كمان لفرقتنا ان شاء الله. فانت النهارده بالحمد لله هو تواجد، ويمكن برضو المران امبارح الاول بعد فتره الراحه دي يمكن برضو حمل رساله اخرى، رساله برضو جميله من موسيماني للمستقبل والشباب الاهلي، زي ما حصل برضو قبل ماتش طلائع الجيش الاخير، بعد ما موسيماني صعد 5 لعيبه في المران، وكان قبل ماتش طلائع الجيش يمكن كان مصعد 6، فده بيقول لك أو بيقول للكل إن الأهلي جيل ورا جيل بيسلم بعض، ودايما الفريق مستمر بأبناء النادي الأهلي الأول إلا ما بيخلصش، ودايما بيقول لك إيه ده، عنقود الموهبة، دايما يقول لك كده الموهبة لها عنقود، فعنقودها ده في قطاع الناشئين عندنا في الأهلي، ولاد يمكن على أعلى مستوى، وكمان خاصة في ظل الاهتمام اللي بيوليه النهاردة مجلس الإدارة للقطاع ده بالذات، وإن هو إزاي بينميه، والحقيقة مستمر موسيماني من اليوم الأول ليه، ويمكن وجه رسالة للاعيبة الصغيرين أو الشباب دول، قال لهم إنه ما عندوش لعيب كبير ولعيب صغير، الملعب هو الفيصل، والمجتهد والموهوب هو اللي بيدور يعني عليه، هو موسيماني اللي بيشوفه بنفسه. طبعا برضو زي ما احنا عارفين ان موسيماني من خلال المجموعة اللي صعدها دي بيسد برضو النقص في صفوف الفريق، انت النهاردة بعد ما ضميت 6 لعيبة لصفوف منتخبنا الوطني اللي بإذنك يا رب هيكون لي يعني كلام كتير قوي يعني ان شاء الله في خلال الفترة اللي جاية، فانت كمان محتاج دول، وفي الوقت ده مهم جدا طبعاً. جدا اكيد اكيد طبعا، ودي زي ما اتكلمنا في يمكن فترات طويلة بيدي روح معنوية عالية جدا لأولادنا لقطاع الناشئين، شفنا أولاد كويسين جدا جدا على المستوى المهاري والفني، كمان بيدي المدربين القطاع وقطاع الناشئين، كنت لسه النهارده بتكلم مع الكابتن خالد بيبو قد إيه كمان كان سعيد وبيتابعنا من خلال يمكن الاقتراح اللي قلته إن احنا نوسع قاعدة السكاوتينج بتاعتنا تبقى على مستوى شمال أفريقيا، على المستوى الأفريقي نجيب أولاد صغيرين من أفريقيا نتابع الدوريات أو البطولات الأفريقية لمنتخبات الشباب، فده مهم جدا. فعايز أقول لكم إن مجلس الإدارة طبعا بقيادة الكابتن محمود الخطيب مهتم بهذا القطاع، وأنا شايف إن القطاع إن شاء الله
هيطلع لنا ويفرز كمان خلال السنين اللي جاية لعيبة مميزة جدا جدا نستفيد بيها. نروح لأخبارنا بقى عن النادي الأهلي. هنبدأ طبعا أخبارنا من طبعا مستر موسيماني، عقد زي ما قلنا امبارح كان فيه تدريب، عقد محاضرة كمان النهاردة مع اللاعبين، محاضرة نظرية قبل التمرير النهارده اللي اتقام على الاقيمه في على ملعب استاد التتش طبعا استعدادا لمباراه الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. موسيماني اتكلم مع اللعيبه يعني جوه الملعب قبل بدايه التدريب عن بعض الجوانب الفنيه والخططيه اللي هيشتغل فيها الفتره اللي جايه، اللي طبعا بيركز عليها بشكل كبير جدا. وطبعا الجهاز الفني زي ما احنا اتكلمنا صعد مجموعه كبيره من الناشئين، طبعا احنا عارفين في 6 لعيبه موجودين من النادي الاهلي في منتخب مصر، يعني كمان في لعيبه على مستوى المنتخب الاولمبي موجوده، ففي نقص في عدد اللعيبه، لكن ده النقص دوت وده بيبقى شيء مهم جدا للعيبه الصغيرين. والموسيماني كمان فرصه انه يبص لبعض اللعيبه ويتابعهم من خلال تدريبات يوميه، وده اللي بيقوم بيه موسيماني النهارده زي ما احنا شايفين في الصوره عدد كبير من اللعيبه لعيبه القطاع بجانب طبعا اللعيبه الغير الدوليه اللي مشاركين مع النادي الاهلي، كل دوت طبعا استعدادا للمباراه النهائيه ان شاء الله. اكيد طبعا النهارده كمان يمكن الكابتن كان في تركيز شديد جدا من الجهاز الفني على تدريبات الكوره من خلال طبعا التمرين اللي حضراتكم شايفينه اللي كان النهارده بالليل على ملعب التتش. الفريق كان بيخوض تدريبات بدنيه خفيفه، بعدها موسيماني كان بيتكلم مع لاعبته قبل ما يجري تقسيمته بالكوره عشان ينفذ بعض الجوانب الفنيه والخططيه المهمه. غير طبعا كده كمان عايزين زي ما انت قلتي نجمنا حسين الشحات، حسين الشحات النهارده عمل جلسه في الجيم، طبعا بيعمل استكمال لبرنامج التاهيلي، جري حول الملعب شويه تنفيذ بعض الفقرات التاهيليه طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي، بيخضع طبعا حسين لبرنامج تاهيلي بعد طبعا احنا حسين اشتكى في اصابه في العضله الخلفيه، يعني بتبقى مش اصابه قويه لكن يعني بتاخد وقت شويه وبتبقى في حذر كبير جدا جدا في عمليه اذا كانت عضله اماميه او خلفيه. فحسين الشحات النهارده بيجري حوالين الملعب بشكل منتظم، بعد الجري بيخش الجيم لبعض الجلسات البدنيه، بيتبعها كمان بعض الجلسات الطبيه وزي ما احنا شايفين في الصوره، يعني الولاد متحمسين، الروح المعنوية عالية جدا يا سام زي ما احنا شايفين، الكل عايز يشارك كمان ان شاء الله في الحفل الكبير ان شاء الله يوم 27 نوفمبر. مهم ده يا كابتن، مهم جدا. ومن موسيماني للتدريب نفسه، التدريب نفسه اللي شهد تخصيص فقرة من قبل الجهاز الفني للتصويب على المرمى، كان الجهاز الفني عمل تقسيمة زي ما قلنا بطول الملعب بمشاركة حارسين بينفذ من خلالهم بعض الجوانب الفنية والخططية بشكل عملي. يمكن موسيماني كان بيركز النهاردة على تصويب الأخطاء الخاصة بالتحرك، اتكلمنا على اللعيبة أكتر من مرة خلال تمرينة النهاردة علشان يتلاشوا أي خطأ. فالنهاردة كمان كان في حرص من جانب موسيماني أنه أو يعمل على تقسيم اللعيبة المجموعات خلال التدريب ده، ويمكن شهد مشاركة زي ما أنت قلت مجموعة كبيرة من الناشئين في ظل طبعا غياب الدوليين. النهاردة الدوليين دول بينضموا للمنتخبات الوطنية، وعندنا يمكن خبر خاص بقى بالمنتخب الوطني وحسام بدري. أكيد طبعا معنا خبر آخر مهم. خبر عن دينا النادي الأهلي، طبعا حراس المرمى النهاردة كمان بيشاركوا الثلاثي حراس المرمى الشباب علي لطفي واحمد طارق وحمزه علاء، ده ثلاثي حراس المرمى الموجود طبعا بعد انضمام الشناوي للمنتخب الاول، بيخوضوا تدريبات وكمان يعني عندنا الشناوي في المنتخب الاول، مصطفى شوبير طبعا في المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب. النهارده كان في تدريب قوي جدا تحت اشراف طبعا ميشيل يانكون ده مدرب الحراس، شارك الثلاثي زي ما قلت في مران منفرد، يعني قبل ما يخشوا التقسيمه كان في طبعا تركيز من ميشيل على بعض الشغل التكتيكي بالنسبه لحراس المرمى، وطبعا زي ما احنا عارفين ان حارسنا الكبير زي ما قلت الشناوي مع المنتخب الاول، يا رب ان شاء الله ربنا يوفقه في ماتشين توجو، طبعا دول المؤهلين باذن الله للتصفيات الافريقيه والبطوله الافريقيه في الكاميرون ان شاء الله. وطبعا كمان مصطفى شوبير مع الكابتن شوقي غريب اللي عنده مباراتين كبار جدا مع المنتخب الاولمبي ان شاء الله، طبعا استعدادا لاولمبياد طبعا طوكيو ان شاء الله السنه اللي جايه، ربنا يوفقهم. ودايما دايما النادي الاهلي طبعا المنتخب الاولمبي هيلاعب البرازيل وكوريا، دي بطوله يعني بطوله مجمعه ثلاثيه كده ان شاء الله، توفيق لمنتخبنا الاولمبي ودايما
دايما النادي الاهلي هو دايما هو يعني زي ما بيقولوا هو منبع المنتخبات. صحيح. يعني هو دايما بيضخ لعيبه على مستوى مر العصور بصراحه. النادي الاهلي يعني اكتر اكتر نادي في العالم بيهدي لعيبه المنتخبات، منتخب شباب، منتخب اولمبي والمنتخب الاول، وده الدور اللي بيقوم بالنادي الاهلي الطبيعي. اكيد الطبيعي اكيد صحيح. بمناسبه المنتخب، خلصت يمكن اخبارنا عن النادي الاهلي النهارده. كابتن حسام البدري بيعلن عن القائمة النهائية اللي هيخوض بيها إن شاء الله مباراتي توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون 2022 ب26 لاعب. النهاردة برضو 6 لعيبة اللي اختارهم من الأهلي: شناوي، أيمن أشرف، محمد هاني، سلية، حمدي فتحي، وقفشة. يمكن قبل ما أكمل كلامي ده عايز أخد حضراتكم كده التقرير عن قائمة منتخب مصر بالتفصيل وآخر الاستعدادات للمواجهتين المهمين جدا، مواجهتي توجو. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا كده في التقرير، كابتن حسام البدري استبعد المهدي سليمان، استبعد طاهر محمد طاهر كان عشان إصابته، أكرم توفيق كمان، وأحمد أيمن منصور كمان. الجهاز الفني بكرة إن شاء الله قبل ما التمرين يبدأ بربع ساعة إن شاء الله، هو يبدأ على استاد القاهرة يعني قبل 6:30، قبلها بربع ساعة، بيسمح بكرة لوسائل الإعلام إن هي تحضر في أول ربع ساعة دي من تدريب المنتخب اللي هيكون إن شاء الله على استاد القاهرة علشان أي مؤتمرات صحفية، وقبل كمان ما يدخل هو في معسكره المغلق عشان بيستعد زي ما قلنا لمباراتي توجو الذهاب والإياب. طبعا عارفين إنه المباراتين دول مقرر ليهم إن شاء الله يوم 14 و17 من نوفمبر، وفي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2022 يا كابتن. صحيح. يعني طبعا برضو أقول لحضراتكم الكابتن حسام البدري يعني بين من خلال المؤتمر أن استبعاد طاهر محمد طاهر طبعا للإصابة والشد في العضلة الأمامية، وكمان صعب جدا حتى يخش في عملية تأهيل للمباراتين، لأن المباراتين زي ما احنا عارفين المباراتين في وقت ضيق جدا. وبالتالي استبعد طبعا الأربعة اللي احنا قلنا عليهم. يعني أكرم توفيق قال احنا أكرم لعيب كويس، لكن في مركزه بيلعب طارق حامد، بيلعب النني، بيلعب حمدي فتحي، بيلعب عمرو السولية، وبالتالي دوره هيكون مفقود شوية. نفس الأمر لأحمد أيمن منصور، أحمد أيمن منصور هو داخل المنتخب في عملية ان هو يكون مساك او ظهير مساك مع وجود حجازي، مع وجود محمود علاء والونش، وبنتكلم يعني كمان على علي جبر، بنتكلم على الاربع لعيبه. فاحمد ايمن منصور ما كانش هيبقى ليه دور في الوقت الحالي، لكن هو لعيب كويس واكرم لعيب كويس، لكن مؤجل دورهم للدور اللي جاي. لكن انا انت حتى سام بتساليني استبعاد كهربا، انا كان وجهه نظري الشخصيه يعني لان برضه حصل عليه جدل كبير قوي، لان انا من وجهه نظري ليه استبعد كهربا مش هو طبعا ما كانش موجود في القائمه، لكن انا تخيلت ان خروج طاهر محمد طاهر ممكن يتبعه بالتالي دخول كهربا، لان احنا عارفين طاهر بيلعب في المركز بتاع كهربا. كهربا ناهل السيزون بشكل كويس، واقف على رجله ورجليه في الملعب، فده اللي كنت متوقع السيناريو. لكن طبعا احنا بنقول كده، بس انا بتكلم رايي الشخصي، لكن احنا سبورت الكابتن حسام، لان انا كنت في يوم من الايام كنت مسؤول عن الاسماء، وبالتالي سبورت لي. احنا مع منتخبنا ان شاء الله قلبا وقالبا، وان شاء الله يعدي ان شاء الله مباراه الماتشين بتاع توجو ان شاء الله، عشان نبدا بقى كمان نفوق لنفسنا، اللي احنا الموقف صعب علينا جدا. فكل التوفيق طبعا للكابتن حسام البدري ان شاء الله. نروح بقى لاعبنا كمان الدوليه، فانت عندك قوه ضاربه كمان، اربع يعني لعيبه دوليين يعني كمان ان شاء الله في الطريق، يعني صلاح وتريزيجيه وكوكا والنني يعني طبعا. ويعني انا شايف ان كان كمان في كلام شويه ان انجلترا قفلت، لا ان شاء الله اللعيبه دي تكون موجوده ان شاء الله، لان هم مهمين جدا جدا وسلاح قوي جدا جدا، تألق صلاح والنني وحجازي وكوكا وكلهم وتريزيجيه ان شاء الله يكون اضافه. نروح لاخبارنا العالميه بقى، عندنا بعض الاخبار العالميه. كان طبعا النهارده كان في مباراه قويه جدا في الدوري الايطالي السيريا ا، يوفنتوس كان بيلعب لاتسيو في روما، انتهت طبعا المباراه بالتعادل 1-1. كالعاده كريستيانو رونالدو بيسجل هدف التقدم لليوفي، وفي الوقت القاتل اتعادل لاتسيو عن طريق طبعا فيليبي كاسيدو. اليوفنتوس طبعا رفع رصيده للنقطه 13 النهارده،
في اليوفنتوس عنده 13 نقطة وبيحاول بقدر الإمكان أنه يطارد ميلان. طبعا ميلان عارفين هو متصدر السيريا آ بشكل كبير جدا، وميلان يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم دي بيلاعب فيرونا دلوقتي، وطبعا ميلان يعني هو المتصدر طبعا بشكل أكتر من رائع، وبداية قوية جدا جدا للميلان أعتقد. وكمان احنا عارفين ان النابولي كمان دخل في الصوره بعد فوزه بقى في المركز، اعتقد في المركز الثالث، فالمنافسه قويه جدا. واعتقد ان السيريا عندنا الميلان رجع بقوه، اليوفنتوس، النابولي، بس يوفنتوس لسه نتائجه مش مطمئنه بالذات بعد ما رجع الموسم ده، لا يعني مقلق بالنسبه لجماهيره كابتن. اعتقد يعني مش هو طبعا كان مكتسح خلال يمكن السنين اللي فاتت السيريا، ما رجع وانت لسه يعني النتائج لسه مش مبشره. طيب هو لسه الاسبوع السابع لكن اليوفنتوس قادر، لكن دايما الميزه ان احنا شفنا الميلان، عشاء الميلان، عوده الميلان بقوه بعد ما كان يمكن السنين اللي فاتت بيحارب عاد حتى على مكان في اليوروبا ليج، لكن دلوقتي متواجد على قمه الدوري الايطالي. البايرن ميونخ امبارح قدر انه يفوز 3-2 على بروسيا دورتموند، وسط تألق كبير للمهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي. طبعا البايرن طبعا سجل الهدف ألابا وليفاندوفسكي وسانيه كمان، صحيح، والدورتموند هالاند ورايس. البايرن طبعا رفع رصيده بكده 18 نقطة على على جدول الصدر. صحيح ده طبعا البايرن متصدر بشكل كبير جدا. البايرن من السنه اللي فاتت بيأدي بشكل اكتر من رائع، على بدا ده الظهير الايسر او هو سيرد باك بيأدي بشكل اكتر من رائع. كان مباراه قويه جدا جدا، دايما ديربي كبير جدا ما بين البايرن ودورتموند. طبعا في الاخر طبعا البايرن تألق كالعاده وهزم دورتموند، يعني المنافس التقليدي للبايرن، لكن تفوق البايرن مكتسح كل الناس بصراحه، حتى على مستوى التشامبيونز ليج وعلى الدوري الالماني البايرن عامل موسم اكتر من رائع، واعتقد هيكون ليه كمان السنه دي دور كبير جدا جدا في الوصول للمباراه النهائيه في التشامبيونز ليج باذن الله. نروح بقى لفاصل، بعد الفاصل نستقبل اولى ضيوفنا في فقرتنا الاولى، الاستاذ جمال الزهيري ومحمد القوصي مع زميلي كابتن هاني رمزي. اتفضل. بجدد تحية مع حضراتكم. دلوقتي معانا اثنين من الصحفيين الكبار والنقاد الرياضيين المميزين، معانا طبعا الاستاذ جمال الزهيري. مساء الخير يا استاذ جمال. مساء الخير يا كابتن، مرحب بيك في قناة النادي الاهلي، منورنا. الله يخليك. وطبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي، اهلا بحضرتك معانا يا استاذ محمد. اهلا بك يا كابتن، منورنا. ربنا يخليك، ده نورك يا كابتن. ربنا يخليك. اهلا بك. ملفاتنا خلاص احنا عارفين خلاص الشارع الرياضي بيتكلم في ايه، من مباراه نادي الزمالك والاهلي في النهائي، بنتكلم على كواليسها، نتكلم كمان على منتخبنا اذا كان منتخب اولمبي منتخب اول. نبدا الاول بملفنا، ملف النادي الاهلي، وابدا بك يا استاذ جمال. 27 نوفمبر يوم تاريخي، مش بس عشان النادي الاهلي والزمالك، لكن هو على المستوى التشامبيونز ليج الافريقي اول مرة في تاريخ التشامبيونز ليج الافريقي ان يصل فرقتين من بلد واحدة، وتقام حتى المباراة النهائية من النوك اوت مباراة واحدة، ويكون حتى الصاعدين للفاينل من مصر. ده شيء مميز جدا. عايز اعرف بعيد طبعا عن النواحي الفنية، ازاي احنا كمصر نستفيد من هذا الحدث التاريخي؟ هو طبعا الاستفادة من هذا الحدث بداية ان احنا نستغل هذه المعلومات بالترويج الكويس لها على المستوى القارة، وإن كان هو الحدث نفسه بيتكلم عن نفسه، يعني خلال الفترة القادمة مش هيبقى في حديث في أفريقيا غير عن هذه المعلومات وهذا الحدث. وبالتالي الشيء المهم قوي بالنسبة لنا هو التنظيم، يعني تنظيم المباراة نفسها تخرج بشكل محترم إن شاء الله كالعادة. يعني احنا متعودين على تنظيم المباريات بشكل جيد، ويمكن كان أقرب حاجة مثلا بطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية، قبلها كأس الأمم الأفريقية للكبار. فمسألة التنظيم يعني ما فيش فيها شك، وبالتالي هتبقى حدث تاريخي. كل الناس زي ما حضرتك قلت كده أن دي أول مرة منذ عام 1964 اللي هي اول بطوله لدوري ابطال افريقيا يصل فريقين من دوله واحده
وبرضو الأول مرة تقام بسبب ظروف كورونا من مباراة واحدة مش مباراتين ذهاب وإياب، وبالتالي يعني كل عناصر التميز صحيح هي موجودة كويس. وبعدين بالإضافة لكده أنت عندك إمكانية أن أنت تنظمها في برج العرب. لو في مشاكل، سيادة الوزير أشرف صبحي النهاردة أعلن أن هو استاد القاهرة كمان جاهز، مع تأكيدات المسؤولين في استاد برج العرب أن هم جاهزين للاستقبال. فإن شاء الله يبقى حدث مميز وينتهي بقى بالفوز إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمد برضو أخذ رأي حضرتك في عملية كيف نسوق لهذا الحدث التاريخي على المستوى القارة الأفريقية، وإزاي نستفيد إحنا كمان من هذا الحدث. يعني لازم نستفيد، مش بس مباراة وبتعدي وتنظيم بيعدي، إزاي نستفيد؟ عندنا وقت طويل جدا، نستفيد إزاي إحنا من هذه أو من هذه المباراة ومن الحدث التاريخي ده؟ بص يا كابتن، يعني اللي على منصة التتويج مصر طبعا، مصر على منصة التتويج، فاز الأهلي فاز الزمالك، احنا كالدولة المصرية هي اللي موجودة على المنصة، هي اللي تتوج، هي اللي هتاخد الميدالية الذهب، هي اللي هترفع الكاس، هي اللي هتاخد الميدالية برضو الفضة، هي كل حاجة. مصر أنظار أفريقيا كلها هتكون متجهة إلى مصر، أنظار العالم كمان، وأنظار العالم كله يعني. طبعا عشان كده احنا لازم نشتغل على مصر، لازم نقدم صورة محترمة عن مصر حقيقي. صورة قيمة عن مصر، صورة واقعية، ما يكونش فيه خروج عن النص، ما يكونش فيه تجاوزات، يكون فيه التزام من اللاعبين، من المسؤولين، من الإداريين، من كل الجهات، يكون فيه استعداد وتنظيم، تكون فيه لائحة عقوبات واضحة ومشددة لأي حد هيخرج عن النص في هذه المباراة، لأن مصر كلها هتضار من أي سلوك سلبي، ومصر كلها هتستفيد من أي سلوك إيجابي. لازم نقدم صورة محترمة عن مصر وعن الكرة المصرية وعن الأهلي وعن الزمالك وعن قيمتهم وعن تاريخهم، بعد ما سطروا تاريخ كبير جدا وعملوا مجد عظيم جدا بوصولهم لأول مرة في التاريخ إلى المباراة النهائية على حساب برضو فريقين من المغرب. فلابد أن الدولة المصرية، طبعا أكيد الدولة المصرية شغالة على هذا الأمر بشكل كبير جدا، الأهلي والزمالك لابد أن يشتغلوا على كده، اتحاد الكرة لابد أن يكون واضح ومحدد برضو في هذا الأمر، حتى لو المباراة تابعة للاتحاد الأفريقي وتابعة لجنة المسابقات الاتحاد الأفريقي، يكون في تنبيهات وتعليمات إن أي حد هيخرج عن النص وهيحاول يحط أي نقطة سودة أو نقطة سلبية في الصفحة البصراء البيضاء أكيد لازم توقع عليه عقوبات، لازم ده يبقى واضح وواصل لكل الناس. لابد إن احنا نشتغل حتى كإعلام بعيد عن التعصب، إن في النهاية دي مباراة كرة قدم، مباراة نلعبها من أجل مصر، مباراة نشتغلها من أجل مصر. التعصب اللي موجود وإن الناس بتحاول تنفق في النار يا أستاذ جمال علشان تولعها وتخليها حريقة بين الأهلي والزمالك وتخليها معركة، يعني الناس بتقول لك إذا كان الأهلي والزمالك على دوري ولا كأس ولا سوبر بيقطعوا عدي بالك على دوري أبطال أفريقيا. لا، المفروض الفكر ده يتغير. احنا بنشوف كلنا دلوقتي اعتقد ان الدوري الانجليزي بقى باد بالنسبه لنا زي الدوري المحلي، بنتفرج على كل الماتشات وبنشوف الاداء وبنشوف السلوك في كل الدوريات العالميه الاوروبيه خصوصا الخمسه الكبار. يعني شوف ازاي المدربين بيسلموا على بعض بعد الماتشات، اللعيبه محترمه بعضيها، ممكن فريق على الارض يخسر بخمسه وتبقى الامور عاديه، برشلونه خسر 8، ريال مدريد بيخسر، كله بيخسر وكله بيكسب يعني. في النهايه هي مباراه كوره، لابد ان نتعامل معها بهذا الشكل. ايوه، بس التعامل معها بالشكل احنا هناخده في شقين طبعا. الشق الاولاني اتكلم عليه استاذ جمال، الشق التنظيمي، واعتقد احنا قادرين بشكل كبير جدا ان احنا ننظم مباراه على المستوى التنظيمي على اعلى مستوى. الاهم من كده، وزي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد، دور الإعلام نفسه. حضراتكم كنقاد وكإعلاميين موجودين بتطلعوا في على الشاشات، الدور ده يقوم بـ إيه الدور الإيجابي اللي ممكن الإعلام يعني يشتغل عليه الفترة اللي جاية علشان الأمور توصل ليوم المباراة بسلام، بعيد عن أي شغب وأي مشكلة تحصل يعني تعكر جو هذه الاحتفالية. بطمن حضرتك أنه أغلب وسائل الإعلام وأغلب الصحفيين والإعلاميين عندهم هذا الوعي، هي في فئة قليلة جدا هي اللي عندها الشط عالية قوي اللي بيتعاملوا كمشجعين هم على الشاشة. بس دول برضو بقوا حتى على مستوى الشارع يا استاذ اوسي وكابتن هاني بقوا معروفين، يعني الناس بقى عندها من الوعي ان هي فاهمة كويس قوي فلان ده بيقول كده ليه. لكن ما احنا هو في قناة النادي الاهلي بنتكلم في ايه؟ مش بنتكلم في صورة مصر طبعا، بنتكلم في ان المباراة تخرج الى بر الامان ويفوز من يفوز، لانه انت الفوز وعدم الفوز ده في خلال 90 دقيقة اللي هي زمن المباراة.
الخوف كله يعني الإعلام اللي هو مش هقول تقليدي، الإعلام يعني اللي له مواصفات، اللي هو صحافة، إذاعة، تلفزيون، قنوات، حتى لو كانت قنوات خاصة أو تبع حاجات معينة، يعني دول عارفين دورهم. هي المشكلة كلها في التواصل الاجتماعي، وسائل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا انت مش تقدر تعمل عليها الكنترول خالص، لانه الراجل اللي بيقعد على الكيبورد ويقول اي حاجة زي ما هو عايز، ده ما فيش سيطرة عليه غير من ضميره رقم واحد طبعا. فاحنا بنناشد بقى الناس دي كلها ان احنا يا جماعة في مجال ان احنا بنتكلم عن عرس فعلا كروي يحدث لاول مرة في تاريخ البطولة الشامبيونز ليج الافريقية، ما حصلش قبل كده، وبالتالي يجب ان احنا نساعد على ده. وقلنا انه مسألة الفوز بالمباراة لن يتحقق بالصوت العالي، يعني لن يتحقق بان انا اشتم الفريق المنافس او اجرح في المنافس، كله يشتغل في الاطار بتاعه. شجع فرقتك زي ما انت عايز، انا برضو مش هقدر اقول للناس ايه، لو النبي شجع الفرقتين، طبيعي انه في تصنيف، كل واحد بيتمنى لفريقه ان هو يكسب. لكن هل التمني ده يدفعك الى انك تولع الدنيا او تغلط؟ طبعا لا، اكيد لا، ده غير أكيد مطلوب لا. بالمره اكيد لا يعني نعم. هنتواصل مع حضراتكم طبعا في ملف المباراه النهائيه، ونتكلم كمان عن المنتخب. لكن في خبر كمان، خبر سعيد بصراحه. يمكن ميار طبعا، ميار شريف لعيبه المنتخب الوطني طبعا ولعيبه النادي الاهلي سابقا، ومصنفه رقم 164، بتفوز ببطوله شارلستون الدوليه للتنس بالولايات المتحده الامريكيه، وده في انجاز تاريخي للتنس المصري بشكل كبير جدا. ميار استطاعت الفوز والتغلب على منافستها البولندية المصنفة رقم 130 بمجموعتين 2-0 بنتيجة 2-6 و3-6. ميار كمان بتحقق 9 انتصارات متتالية ببطولة تشارلسون الدولية، ضمن طبعا أيضا ضمنت الحصول على 50 نقطة، كمان بتحط 50 نقطة على ترتيبها العالمي، بتقترب من المركز 150 عالميا. لا، بيقال كمان هي بقت أعتقد 132 يعني بدل 164، لأن هترفعها درجات كبيرة جدا، قفزة كبيرة يعني. ميار طبعا أول لاعبة مصرية في التاريخ بتبلغ الدور الرئيسي في إحدى طبعا البطولات الجراند سلام الكبرى، بعد طبعا ما وصلت للدور الرئيسي برولان جاروس في أكتوبر اللي فات. وطبعا احنا وهي طبعا بتتأهل طبعا لأولمبياد ان شاء الله طوكيو في 2021. انجاز كبير جدا، وميار يعني بتحقق انجازات كبيره الفتره اللي فاتت، ودي لعيبه طبعا لعيبه النادي الاهلي، ودي لعيبه منتخب مصر يعني. فانجازات كبيره، وبتدل ان الاراده والعزيمه يعني، واحنا قادرين كمصريين. يمكن ده بربطه باللي بيحصل وتنظيمنا، وازاي ممكن احنا نطلع حاجه حلوه قوي طبعاً. يعني دايما لازم نؤمن بنفسنا ان احنا عندنا قدرات، وقدرات كبيره جدا. بنؤمن بنفسنا، بنشتغل على دوت بشيء احترافي، بتخرج صوره ميار لينا بشكل اكتر من رائع. في اسبانيا اقامه شبه دائمه يعني، واحنا برضو بنحيي الاسره والوالده ووالدتها، والأسرة عموما لها دور مهم قوي زي ما حضرتك عارف في الألعاب الفردية، وخاصة التنس والسكواش فشيء جميل جدا ان انت يبقى عندك مثل هذا النموذج اللي احنا كلنا طبعا نقف وراه ونسانده، اكيد لانه ده بيدخلك في حتة تانية يعني عالمية، وفي لعبة من اللعبات يا استاذ اوسي اللي هي نقدر نقول انها محتاجة مصاريف كتير ومحتاجة انفاق فني طبعا يعني، شيء جميل يعني. والشيء الأجمل كمان إن يكون حد من البيت الكبير يعني، حد من البيت الكبير طبعا. احنا عارفين لعيبة النادي الأهلي، لا لو من البيت الكبير يبقى أحسن، منتخب يعني لعبتنا ومنتخب مصر طبعا، حاجة يعني احنا كأهلاويين عاملة حالة يا كابتن هادي يعني، عاملة حالة كبيرة وحالة مميزة، وكنا فرحانين بيها قوي، وهي يعني الأول مرة نشوف حد من عندنا من مصر
بيلعب في بطولات التنس الكبرى رولان جاروس وبتتاهل وبتلعب وبتأدي بشكل فني ومميز جدا مع بطلات التنس مصنفه على مستوى العالم يعني. فكون ان هي تفوز ببطوله تشارلستون في الولايات المتحده الامريكيه فده طبعا انجاز كبير جدا وامتداد لسلسله انتصاراتها اللي عاملاها، وعندنا طموحات كبيره جدا في ميار ان شاء الله ان هي تقدر تسير بشكل قوي جدا وشكل مميز جدا، لان التنس دي من اللعبات اللي بتحتاج يعني نفس طويل جدا وجهد كبير جدا، وطبعا يعني الاهلاويه مميزين بالنفس الطويل ان شاء الله يعني ان شاء الله. وكمان يكسبوا البطولات اللي محتاجه نفس طويل، ده بيدينا ودخلنا في موضوعنا تاني ان احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه لو عندنا ايماننا بنفسنا وعندنا قدراتنا وبنشتغل بالشيء كبير من الاحتراف، اعتقد بنوصل لصوره حلوه. وعندنا ميار وعندنا محمد صلاح ومجموعه اللعيبه اللي عندنا في البريمير ليج. هننقل تاني لملف النهائي، كان في بعض الاقاويل ان ممكن جدا من عشان موضوع الارصاد وممكن يكون في عاصفه واسكندريه او ممكن يكون استاد القاهره هو يكون يعني الملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه. الجزء الثاني اللي عايز اسال حضراتكم فيه، عندنا يعني ما طبعا هو حتى بيقولوا لي على لسان الوزير ان هيكون على استاد القاهره. طب هتفرق يعني هو لغايه دلوقتي هو قال ان استاد القاهره بالظبط جاهز لكن في حاله الرغبه يعني. بالظبط، لكن هو كابتن هني لغايه دلوقتي يعني معروف ان اسكندريه في الوقت ده بيبقى فيها طقس غير مستقر وفي اكثر من نوة، ومنها في الوقت ده تحديدا نوة المكنسه دي من 26 ل 29 توقيتها معروف تقريبا كده، وقد يمتد الى الايام الاولى من شهر ديسمبر يعني. فطبعا احنا ليه نغامر ونودي الماتش هناك، لا سيما لان لو مرت فتره العشر ايام اعتقد هيكون صعب جدا نقله يعني طبعًا. فمهم جدا ان احنا نوفر للماتش الاجواء الكامله والاجواء المناسبه. اسكندريه ما عندهاش اي مشكله، يمكن ترددت انباء على ان امن اسكندريه عايزين ينقل الماتش وما ينقلش ماتش وحاجات كده، كل الكلام ده مش مظبوط. امن اسكندريه لم يطلب ولم يرسل خطاب لاتحاد الكره على الاطلاق، لكن الكلام اللي قاله الوزير الدكتور اشرف صبحي النهارده اعتقد ان في تفكير في الموضوع وفي دراسه مهمه جدا للموضوع ومتابعين الموضوع. بعت للكاف نفسه قال احنا على استعداد جاهزين، استاد القاهره جاهز لاستقبال المباراه. لو الظروف فعلا الكاف هو اللي بيحدد، لو علميا يا استاذ اوسي مدروسه انه في التوقيت ده نوى او حاجه بهذا الشكل طيب ما الاضمن والاكثر عقلانيه ان انت تعملها في استاد القاهره، وما اعتقدش ان في اي موانع هتمنع انها تقام في استاد القاهره يعني. كمان عندنا ذكرى سيئه، الماتش الاهلي والزمالك اللي اتلعب الموسم اللي فات وكان في مطر وكانت مطره وكانت المايه طبعا اثرت على الاداء الفني بالنسبه للفريقين وبالمستوى، فاحنا مش عايزين اداء اللعيبه يتاثر بالشكل ده. ما دام عندنا فرصه ان احنا نلعب في القاهره نلعب، ما فيش مشكله خالص. وفي صور متداوله برضو استاذ اوسي على مواقع التواصل خلال الساعات اللي فاتت دي ان في ملعب برج العرب فيه ميه، و ده كان في مطر كبير جدا يعني بسبب الامطار اللي فاتت، كان في امطار غزيره على الساحل الشمالي واسكندريه. ده امبارح تحديدا اسكندريه يعني كميه امطار، كنت تواصلت مع اصدقائي في اسكندريه قالوا واحد من اصعب الايام اللي ما شفناش تقريبا يعني. كان في كتل ثلجيه بتنزل في امبارح، فانا شايف ان لابد من دراسه الموضوع بشكل جيد جدا، وانا شايف ان الاصلح نقل المباراه الى استاد القاهره يعني. ده مهم جدا جدا ولسه جدا ولسه في وقت يكون في يعني تاكيد يعني لسه في وقت للتفكير. احنا بنتكلم في 20 يوم في تاكيد من الوزير على فكره يعني، سياده الوزير كلمناه واكد لنا تمام واكد لنا ان المباراه هتكون على استاد القاهره بشكل كبير جدا يعني، وهيبدا يخاطب كمان الكاف بهذه الجزئيه. وما اعتقدش الكاف مش هيبقى عنده اي موانع يعني مع بالعكس ده الكاف هو هيقول ان المباراه لازم تخرج بشكل كويس. واحنا طالما احنا الجهه الرسميه سياده الوزير بيتكلم بيقول احنا استاد القاهره جاهز وهيخاطب الكاف. يبقى سؤال واحد اللي هو الامن. الامن ما فيش طبعا مشكله طبعا، هيتم استطلاع راي الامن، واذا الامن اكد وانا اعتقد ان ده يعني في امكانياته يعني لو اكد ان الامور ما فيش مشكله خلاص تتلعب في القاهره بعد انتهاء الجماهير يعني. جماهير كمان كان نفس يعني، هو لغايه برضو الايام الاخيره بتقول ان في بعض المحاولات ان يعني عدد معين من الجانبين يكون حاضر 10,000 او ممكن يكون كورونا بقى دواعي يعني. هو ده بقى ده اللي يكون دواعي كورونا دواعي الكورونا، وده يخص الامن ويخص الكاف نفسه طبعا يعني. لا هي غالبا اعتقد انها تقام بدون جمهور ولذلك يعني خلاص الناس كلها عارفه المباريات بتتلعب ازاي والظروف اللي بتقام فيها،
وبالتالي مش هيكون في مشكله ان شاء الله. ان شاء الله ما يكونش في مشاكل يعني. وان شاء الله يكون استعداد فرقتنا على اعلى مستوى. وسط حاله من الجديه والتركيز والروح المعنويه المرتفعه، عاود الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي مساء السبت من جديد تدريباته في بدايه رحله الاستعداد لموقعه الحسم امام غريمه التقليدي الزمالك في المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، والمقررة يوم 27 من الشهر الجاري على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بعد نهاية مباريات بطولة الدوري من أجل التقاط الأنفاس، خاصة مع تبقي نحو شهر عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة على مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا. وعاد لاعبو الأهلي إلى تدريباتهم مساء السبت بمحاضرة فنية داخل ملعب التتش في الجزيرة من المخضرم بيتسو موسيماني قبيل انطلاق الميران، حيث تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة. كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في ميرانه. وبخبرته الطويلة في التعامل مع اللاعبين وعزفه على وتر العامل النفسي الذي يجيده تماماً، عقد موسيماني على هامش الميران جلسة خاصة مع اللاعب حسين الشحات من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرا، وأكد له على حاجته لجهوده وثقته الكبيرة في إمكانياته، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على معنويات اللاعب. كما حمل ميران الفريق أمس خبرا سعيدا لعشاق القلعة الحمراء بعدما انتظم المدافع رامي ربيعة في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية. وشارك اللاعب بشكل قوي في الميران الجماعي بعدما خاض برنامج إعداد قويا بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة ليكون بذلك إضافة قوية ومميزة للخط الخلفي قبل المباراة النهائية المرتقبة. ومن أجل سد العجز في صفوف الفريق نتيجة انضمام 6 لاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لمواجهة نظيره توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون، صعد بيتسو موسيماني 5 لاعبين من فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول لمنحهم الفرصة والثقة، والتأكيد على أن الأهلي دائما أجيال متعاقبة يسلم بعضها الآخر في منظومة متكاملة من الدقة والتنظيم والاحترافية. الأهلي بدأ الاستعداد لمحطة الحلم الجميل 9 يا أهلي، ولن يوقفه أي شيء عن تحقيق طموحات وآمال جماهيره الوفية. رجعنا تاني مع حضراتكم ومع ضيوفنا الكرام أستاذ جمال أستاذ محمد. من شوية قبل ما نتابع طبعا كلامنا على النادي الأهلي ومنتخب مصر، في كابتن أحمد فتحي نزل على صفحته الرسمية على الفيسبوك كلام حابب أقراه مع حضراتكم وكمان نعلق عليه، يعني بس هقراه بالكامل ونعلق على بعض النقاط اللي فيه. طبعا أحمد فتحي قال لحظات يصعب فيها الكلام، لحظات يصعب فيها التعبير، خاصة وأنت بتخاطب أطراف كلها عزيز عليك ولها مكانة خاصة في قلبك، كمان عشت معاهم أحلى 12 سنة في حياتي، 12 سنة كلها انتصارات بطولات وأفراح. وعايز أقول لو عقود الاحتراف المكتوبة بتنتهي، عقود الحب والود والاحترام بيني وما بين كل منظومة النادي الأهلي لن تنتهي. اعذروني لحظات قاسية وأي قسوة وأنت تغادر حبايبك اللي قضيت معاهم سنين في النادي الأهلي، بيتي وحيفضل بيتي حتى لو كان القدر كتب لي خطوة جديدة، هيفضل جمهور النادي الأهلي اللي حبني وساعدني ووقف جنبي، هيفضل سندي لأنه جمهور وفي، جمهور أصيل. ربنا يشهد أني لم أقصر لحظة في حق النادي ولا حق جمهوره، وبذلت أقصى ما أملك حتى آخر لحظة. أتمنى أكون قدمت ولو جزء من اللي يستحقه الأهلي وجماهيره. في هذه اللحظة الصعبة على نفسي عايز أسجل شكري للنادي الأهلي وإدارته وعلى رأسها الكابتن المحترم الكابتن محمود الخطيب، وكل الشكر للجماهير اللي مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها. شكرا لكل المدربين اللي ساعدوني من أول يوم وحتى آخر لحظة،
شكرا لإخواتي الأطباء ومساعدينهم أخصين التأهيل والتدليك، شكرا للإداريين والعمال، شكرا لكل فرد ساعدني ولو بأي حاجة. أنا مش عايز حد يزعل مني، في الأول والآخر دي خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى، وأنا متوكل على الله في كل خطواتي، ودايما هيفضل الأهلي وجمهور الأهلي في قلبي. ده الكلام اللي حالا من خلال دقائق قاله الكابتن أحمد فتحي على الفيسبوك. طبعا يمكن احنا اتكلمنا في الجزئية دي في مباراة التتويج أمام طلائع الجيش، لما قلنا برضو كنت أنا والأستاذ أوسي أنه مشاهد كانت جميلة قوي، مشهد مؤمن زكريا والاحتفاء به وتكريمه واستقباله من زمايله، مشهد أحمد فتحي اللي اللاعب الفدائي اللي بيلعب لغاية آخر لحظة. ويمكن لو تقارن موقف أحمد فتحي بآخرين رحلوا عن صفوف النادي الأهلي هتلاقي الفرق كبير. يعني في لعيبة مشيت الجمهور يعني عامل نوع من القطيعة أو الزعل، الناس مش زعلانة من أحمد فتحي، تخيل، رغم أنه هو ماشي ويروح يلعب في فريق آخر منافس، إنما الناس يعني مقدرة قوي. ما هو دي بقى الحاجات اللي إيه، مش هو بيقولك مش محتاج عقود، في حاجات بين الناس كده. يعني ممكن أنت بتحب واحد مثلا مش لازم تعمل عقد بينك وبينه، فهو نفس القصة، علاقته بالنادي الأهلي واضح وبجماهيره استمرت لغاية اللحظة الأخيرة. والكلمة اللي قالها دي برضو أو ختم بيها مشواره مع النادي الأهلي أعتقد أن لها صدى كبير عند الجماهير وعند إدارة النادي الأهلي. يعني أنا يمكن سعيد بالنهاية المحترمة تمام، والنهاية المحترفة، والنهاية المثالية لعلاقة لاعب مع نادي. هو ده الكلام المفروض، هو دي الطريقة اللي المفروض تبقى بيننا في التعامل، ان احنا حتى لما الناس تسيب بعضيها او ننفصل مش لازم نمشي واحنا بنقطع هدوم بعض، مش لازم نمشي واحنا زعلانين من بعض، مش لازم نمشي واحنا بنكره بعض. كل واحد له خيار بيختار طبقا لخياراته، عليه اتحمل مسؤولية خياراته، لكن نمشي بشكل شيك، بشكل حضاري، بشكل محترم، بشكل يعني ما يمسحش تاريخنا مع المكان اللي كنا فيه وما يشوهش صورتنا للمكان اللي احنا رايحينه. اعتقد ان احمد فتحي وعلاقته مع النادي الاهلي كانت علاقه مثاليه، علاقه احترافيه. اعتقد ان صفاء نيته هو اللي اداله النهايه الجميله المحترمه دي ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيئ له ده. يعني بعد ما كان في موقف صعب وماشي من النادي الاهلي والناس غضبه، الان احمد فتحي يخرج من النادي الاهلي من الباب الكبير، يخرج على حصان ابيض رايح مكان تاني، ويظل ليه في قلوب جماهير النادي الاهلي مكانه كبيره جدا ومحترمه. واذا عاد ربما يعود في يوم من الايام، لانه مشي بشكل محترم وبشكل شيك، سواء يعني كان بره مصر او جوه مصر فالامور مختلفه، لكن اللي بيمشي وبيعمل وراه شبوره وبيعمل وراه ازمه وبيشوف في النادي الاهلي وبيتكلم عن اداره النادي الاهلي بشكل غير لائق وبيتكلم عن جمهوره، هو ما بيقدرش تاريخه، لا يعود للنادي، ما بيقدرش تاريخه مع النادي الاهلي، ما بيقدرش تاريخه مع الحب اللي الناس ادته له، ما بيقدرش القيمه اللي اداها له النادي الاهلي، وان الاهلي هو اللي وضعه اللي خلاه نجم في عنان السماء. اعتقد ان ده الفرق بين احمد فتحي وبين اي حد تاني، وواضح جدا. يعني انا طبعا كلامكم طبعا بايده 100%، وعايز اضيف ان رصيد احمد فتحي يتيح له حتى في الفتره الاولى من غضب الجماهير، ورصيده ما بعد هذا التوقيت اللي اتنقل فيه احمد فتحي لنادي اخر، هذا العمل وهذا الشغل باحترافيه اكتر من رائعه من الجانبين، النادي الاهلي واشارت الكابتنه على كتف احمد فتحي، واحمد فتحي بالمجهود الرائع والتضحيات حتى احمد والمجهود فتحي واضح. انا بتكلم هذا الرصيد، هذا الرصيد الكبير جدا جدا اللي بيقوله احمد فعلا، يعني اعتقد بيان، مش بيان لكن هو هي عنده مشاعر محترمة، عنده يعني حب كبير جدا محترم للنادي الاهلي والكابتن محمود وجماهير النادي الاهلي. وقال طبعا السنين ديت بتبقى محفوره، سنين الفرح والبطولات وحتى المواقف الصعبه، سنين 12 سنه احمد فتحي بطولات كبيره جدا، مر يعني بحاجات كتيره جدا. يعني احنا بنتمنى له طبعا التوفيق. سؤال، يعني هو هيقعد، يعني معلش، اي لاعب هيخرج من النادي الاهلي هيلعب كام سنه؟ سنه، 2، 3، 5، مش هيلعب قد اللي لعبه ومش هيحقق تمام مع اي نادي اخر طبعا، لا نفس مش هيحقق 1/10 من البطولات. نتمنى له طبعا التوفيق وكل حاجه،
بس احنا بنتكلم على ايه؟ انت صنعت تاريخ في كرة القدم امتى؟ منذ وجودك في النادي الاهلي حتى رحلت من النادي الاهلي. تحسب بقى كل البطولات دي هتلاقي تاريخك كله في المساحة دي. فمحق يعني عايز اقول ايه؟ الغلبان قوي يعني او عبيط قوي هو اللي يبيع التاريخ ده. لازم انت تحافظ عليه. النادي الاهلي هو اللي بيعمل ليه الابطال. النادي الاهلي صانع الابطال وصانع بالظبط يعني صانع التاريخ. ما احنا من غير النادي الاهلي انا موجود هنا عشان كنت يوم من الايام ابن من ابناء النادي طبعاً الاهلي طبعاً. فكل ديت كل ديت. لكن انا بتكلم وانا بايكو تماما يعني اعتقد اللي كتبه احمد فتحي النهارده بيدل على اللي احنا بنتكلم عليه من قبل كده ان أيوة. علاقه احترافيه. احمد فتحي كان في يوم نزل انا منه شويه بس تاريخ احمد فتحي يشفع له وما قدمه أحمد فتحي حتى بعد انتقاله لبيراميدز مع النادي الأهلي والرجولة والاحترافية الكاملة لآخر لحظة ده طبعا شيء يحترم عليه. وإذا كان أحمد فتحي يعني مثالي ونموذج محترم في هذه الجزئية فالنادي الأهلي أيضا طبعا هو يعني صانع هذه المثالية. النادي الأهلي يعني قدم قيمة كبيرة جدا. ممكن لو كان أحمد فتحي في فريق آخر حتى ولو عايز يعمل ده ويتصرف بحضارة كان ممكن يتداس عليه وما يلعبش وتتسحب منه شرط الكابتن وما ياخدش اي حاجه. النادي الاهلي بقيمته وتاريخه لم يغضب ولم ينزعج من ان هو اختار ولم يلاوع ولم يخادع ولم يخدع صريح. فكان واضحا وصريحا في تحركه. فالاهلي احترم تحركه وخد تحركه. لذلك الاهلي في لحظه التتويج بيخلي احمد فتحي هو كابتن النادي الاهلي. وفي اكتر من كده تقدير وفي اكتر من كده احترام. تحيه للنادي الاهلي وتحيه لاحمد فتحي. صحيح. تحيه للنادي الاهلي وتحيه للكابتن احمد فتحي وبالتوفيق ان شاء الله يا كابتن احمد في مشوارك اللي جاي. نروح لمنتخبنا القومي والاستعدادات والقائمه النهائيه اللي اعلنها الكابتن حسام البدري اللي طبعا خوض ماتشين بتوع توجو يوم 14 ويوم 17. نبدا بيك يا استاذ جمال. طبعا رغم الجدل اللي أثير حول بعض الأمور الفنية وبعض الاختيارات النهاردة احنا مش في مجال غير ان احنا نعلن تأييدنا الكامل ووقوفنا مع حسام البدري من اجل منتخب مصر. طبعا منتخب مصر في يعني لما تشوف ترتيبه او موقفه في المجموعة لا يليق على الإطلاق. وبالتالي كمان المنتخب ما اتجمعش مع بعضه من سنة تقريبا سنة ميلادية يعني. وبالتالي كلنا واقفين مع المنتخب في المرحلة القادمة يعني قد نختلف في بعض اللعيبة. ما فيش مدرب تولى تدريب منتخب خالص سألنا. حتى انت حتى الكابتن هاني طبعا لانه طبيعي طبعاً. جدا ان يكون هناك وجهات نظر. النقطة الخلافية اللي احنا وقعنا فيها بس مع كابتن حسام البدري ويمكن دي فرصة ان احنا نوضحها هنا في قناة الاهلي في البيت الكبير جزئية ازمة كهرباء. سواء اعلن او ما اعلنش كان ناوي ما كانش ناوي معايا ان هو يضمه وبعدين تم استبعاده لاسباب الخلاف مع كابتن محمد فضل. المنطق والواقع بيقول ان انت عشان تعاقب لاعب انا مع عقوبه اللاعب لو اخطا وصدر ضده عقوبه تربويه لا لابد على الجميع انهم يقفوا مع قرار الاستبعاد. انما الموضوع كان فيه شويه ضبابي كده وشبوره وحاجات مش باينه. المهم حتى في الاخر واللي خلانا نتصور ان الموضوع هيتحل انه كابتن حسام اعلن من كام يوم في مؤتمر صحفي انه اصابه طاهر محمد طاهر تفتح المجال لانضمام كهرباء. صحيح ماشي. فده اللي خلاني انا واحد من الناس مثلا انا كتبتها في اخبار اليوم كهرباء لا كهرباء في ايه يعني ما يعني لا وغير كده يا استاذ يعني انا مش ضد لا ضد الكابتن حسام يا لا 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 طبعا احنا ولا هو طبعا ولا مع الاختيار في ولا مع بس يعني مع كهرباء لو اخطا ولا مع كهرباء ما اخطاش في جماعه انا بس على انه يكون في مبدا في التقييم وفي الاختيار. تمام. حتى لو انت مش عايزه لاسباب فنيه خلاص اوكي ده تمام. قرارك انت كمدير فني. ايه رايك في القائمه يا استاذ محمد؟ يعني تعقيبا مبدئيا على موضوع كهرباء ان الكهرباء تم ضمه للمنتخب في الماتشين الاولين بتوع جزر القمر وكينيا
وهو كان بعيد عن لياقته البدنيه ولياقته الفنيه، وحتى كان في اعتراضات من الخارج على ضم كهربا. فعندما ياتي كهربا للنادي الاهلي ويتالق، وحتى اخر مباراه مسجل الهدف هي مباراه طليعه الجيش، فعدم ضمه بسبب الازمه اللي حصلت بينه وبين الكابتن محمد فضل، فاعتقد ان ما كانش في مبدا واضح لعمليه الضم والاختيار. الكابتن حسام بدري هو الحق وكل الحق في الاختيار، لذلك لما ضم حتى رمضان صبحي وهو لا يلعب منذ ديسمبر الماضي لم اعترض، هو قال ان انا هاخده في التمرين واشوفه لو جاهز هيلعب، حقك ممكن تجيب اي لاعب، لكن لما يكون لاعب جاهز وهو اصلا لاعب منتخب معاك اساسا وما تضموش، فدي جزئيه لابد ان تلفت نظر ونقف عندها. اللي لفت نظري يا كابتن في عمليه القائمه اللي عليها كابتن حسام بدري، ان المنتخب في الدوري المصري بيتركز في ثلاث انديه، النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، سبع لعيبه من الاهلي وسبع لعيبه من الزمالك وخمس لعيبه من بيراميدز بلس اللاعبين المحترفين، طبعا بالاضافه الى بسام الحارس من طلائع الجيش وحسام من السموحه، حسام حسن من سموحه، واعتقد ابو الفتوح باك شمال، اعتقد ما هو ده يعتبر زمالك يا كابتن، ما هو زي محمد شريف يعني ما انا قلت لك سبعه من الاهلي يعني سته ومحمد شريف وسته من الزمالك وابو الفتوح يعتبروا اهلي وزمالك يعني في النهايه. ده معنى كده ان الدوري المصري لا يفرز لعيبه على الاطلاق، ان كابتن حسام البدري مش شايف فيه اي نوعيه، انت شايف لعيب في الدوري المصري خارج الاهلي والزمالك والاسماء ديت انت شايف انه كان ممكن يتواجد؟ لا انا يعني انا بطرح اسماء لا يعني بص لا هي برضو مع احترامي يعني طبعا هو الاستاذ محمد وجهه نظر له اكيد هو عايز قول الاول انا عايز اوصل رساله مش بغض النظر عن موجود ممكن فعلا ما يكونش موجود، بس ده عمل كارثي يعني ان 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 عندك ما يقرب من 15 نادي تقريبا بيمثلهم 450 لاعب في الدوري المصري لا يمثلهم الا اثنين لعيبه فقط لا غير اللي هم بسام وحسام حسام حسن من المصري يعني. هل ده سوء في الدوري المصري؟ هل الكابتن حسام بدري بيعتمد على نوايات لعيبه معينه بيختارها ان هي عندها سمات اللاعب الدولي اللي تقدر تلعب بانتمام للاهلي والزمالك وبيراميدز؟ هل اعتمد على الفرق الكبيره اللي وصلت الى نهائيات البطولات القاريه الاهلي والزمالك في دوري الابطال وبيراميدز في الكونفدراليه؟ يعني واضح ان كابتن حسام عنده قناعه باللاعب الدولي ليه مهارات وليه مواصفات خاصه، حتى لو هناك لعيبه تألقت في البطوله المحليه يعني صعب ان يتم ضمها دلوقتي او في المرحله اللي ده اللي انا اقصد توصيله، ونقصد ان احنا عندنا كم كبير جدا من اللاعبين غير مستفيدين منه وغير موجود، فده محتاج برضو يعني نظره ومحتاج دراسه ومحتاج تركيز في هذا الاتجاه. عايز الحق يعني يعني انت طرحت تساؤلات مهمه جدا وفي مكانها يعني، وفي نفس الوقت برضو هو جاوب عليها يعني حضرتك جاوبت عليها، بمعنى انه ممكن يكون في لعيب متألق في مع فريقه، بس في لعيب اخر عنده خبرات سواء مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك، يعني دايما هتلاقي اغلب المختارين اهلي وزمالك او اسماعيلي احيانا لما بيبقى منافس، بيراميدز دلوقتي برضو، فمسألة برضو اختيار اللاعب الدولي اللي هو انت محتاجه في مهمة، وده يمكن كان سبب اختلافنا انك لازم تاخد الجاهز ما تاخدش رمضان صبحي وهو بيلعبش. عندك حق، انت النهاردة في مهمة مش هقول انتحارية، مفيش وقت للتجهيز يا استاذ جمال، انت عندك معسكر لمدة 10 ايام في ماتشين وبينهم سفر، يعني امتى هتجهز؟ ويمكن يكون ده سبب في كسرة لاعبي الاهلي والزمالك والمحترفين. مظبوط، لانه انت محتاج النهارده مباراتين توجو ان انت تاخد منهم، لو قدرت تاخد الست نقط تبقى انت لازم الست نقط تبقى جميل يعني يعني انت ست نقط انت بتلعب على كده، انت بتلعب على الست نقط بتوعهم بتوع توجو على اساس ان دول اللي هيخلوك تعبر من الازمه. طيب. لكن اجمالا برضو هنرجع، فاكر ايام أجيري وقابله كوبر، كلنا كان بيبقى لنا وجهات نظر، بس في الآخر بنعطي طبعا القرار في النهاية طبعا، بس إيه ده ما يمنعش أو ما يخليهمش يزعلوا مننا إنه إحنا يا سيدي اعتبرنا مشجعين. ما هو المشجع النهاردة احنا خلي بالك بنقول كلام الناس اللي يعني الناس اللي حوالينا اهو، يعني بنحاول ننقل الكلام اللي الناس بتقوله، يعني بننقل نبض الشارع. صحيح، يعني صحيح. مش لازم تكون وجهه نظر يا وجهه نظر الاستاذ اوس بالظبط، يعني احنا بنقول الناس بتقول ايه، وفي ناس بقى مشجعين بيقولوا اكتر مننا. طب خلاص يعني بلاش نقول اللي مشجعنا لا ده انا بقول يعني أنا عارف مش هنقول، بس هم الجمهور النهارده بيفهم كوره
يعني تمام. عنده حساسيه ان هو يتكلم. بس في النهايه مزبوط. يعني في النهايه علينا يعني لنا وجهات نظر زي ما استاذ جمال بيقول، لكن في النهايه علينا احترام اختيار المدير الفني. هنحترمه ليه؟ لان احنا اللي هو اللي هيحاسب على ده في الاخر. كنا بنعمل كده مع الكابتن ما بقول لك يعني حسبتوني صح. اللي هيحاسب على الفاتوره في الاخر كابتن حسام البدري. ده حقيقي يا رب ان شاء الله. خليه بقى هو بيتحمل المسؤوليه. هو ان شاء الله انا يعني هو اللي بيتحمل المسؤوليه. طبعا انا متفائل ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه. احنا واقفين معاه طبعا والجهاز الفني وكل الناس اللي باسم مصر. كابتن حسام قادر ان شاء الله ومنتخبنا قادر انه يعدي الماتشين دول ونحط بقى رجلينا على الطريق الصحيح ان شاء الله. كابتن احنا عندنا مجموعه من اللاعبين قدرات عاليه جدا قدرات كبيره جدا. يكفي عندك 5 من افضل اللعيبه في القاره الافريقيه اللي هم المحترفين مبدئيا بالزبط. وعندك لعيبه الاهلي والزمالك هم الافضل على مستوى القاره يعني. احنا محظوظين في الوقت ده كمان عندنا لعيبه جاهزه جداً. يعني الاهلي والزمالك يعني. جاهزين بيراميدز جاهزين محترفين على يعني اعلى مستوى ان شاء الله 6 بونت باذن الله يعني ان شاء الله 6 بونت ان شاء الله 6 بونت باذن الله. استاذ جمال بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا وعلى لقاء قريب ان شاء الله تاني في البيت الكبير ان شاء الله. دي كانت نهايه فقرتنا وفاصل مع الكابتن لؤي وائل النجم السابق للنادي الاهلي. برحب بحضراتكم. البيت الكبير لسه مستمر والفقره النهارده الثانيه دي مع واحد من نجوم الدفاع في الكوره المصريه في الفتره الاخيره، بالرغم من صغر سنه لكنه بسرعه جدا قدر انه يجذب الانظار اليه، كمان كان واحد من نجوم النادي الاهلي اللي حققوا بطولات كبيره معاه وده على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، بعد كده انضم لصفوف الجونه بيستكمل مسلسل الاداء المميز له، نجمنا النهارده لؤي وائل مدافع فريق الجونه اللي برحب بيه في البيت الكبير، اهلا بيك يا وائل. اهلا بيك يا سيامه. بارك الله خليكي، مبسوط انا موجود معاكي ومع كابتن هاني طبعا ابويا يعني مربيني من وانا صغير. فخور لنا موجود في قناه النادي الاهلي. حاسس ان انا موجود في بيتي يعني. اهلا بيك. منورنا لؤي وانا فعلا سعيد انك تكون موجود وطبيعه انا مشوارك انا عارفك وانت صغير فمشوار حبيبي يعني كان فعلا انت من السردباكات المميزه جدا 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 وعلى المستوى اللعب. هنتطرق لكل دوت بدايتك مع النادي الاهلي وكمان نطلع بره اشوف عملت ايه بره ورجعت مصر طبعا مع كذا نادي فنشوف تقرير ليك طبعا. فريق الاعداد محضر تقرير لؤي وائل نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. واحد من المدافعين البارزين الذين تألقوا ولفتوا الأنظار منذ سن صغيرة في قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، مما فتح أمامه أبواب الاحتراف مبكرة لينتقل إلى نادي ليرس ويصبح لاعبا أساسيا في صفوف الفريق البلجيكي العريق. ولد لؤي وائل في 4 يونيو عام 1992 بمدينة الإسكندرية، وبدأ مسيرته الرياضية من قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي حيث تألق في مركز قلب الدفاع القوي والموهوب، ومن ناشئي الأهلي واتته الفرصة مبكرا في عالم الاحتراف فانتقل إلى ليرس البلجيكي، لكنه في العام 2014 تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولي الفريق الكروي الأول في الأهلي يطالبونه بالعودة لدعم دفاع الفريق في تلك الفترة. لم يفكر كثيرا واتخذ قراره سريعا بالعودة إلى بيته القلعة الحمراء. وفي يونيو 2014 تعاقد الأهلي رسميا مع لؤي وائل لمدة 5 أعوام ليعود اللاعب الشاب للمارد الأحمر ويرتدي قميص نادي القرن لأول مرة. وبعد موسمين مع الأهلي وفي ظل وجود أكثر من مدافع مميز في تلك الفترة ورغبة لؤي وائل في المشاركة بصورة دائمة في مباريات الفريق، قرر اللاعب الانتقال إلى نادي الإنتاج الحربي تحت قيادة المدير الفني المخضرم شوقي غريب ليرتدي اللاعب ثوب الإجادة من جديد ويفرض نفسه ضمن أفضل مدافعي بطولة الدوري في موسم 2015-2016. وفي 2 يونيو عام 2018 كان اللاعب على أبواب محطة جديدة في مسيرته بعدما انضم لصفوف نادي الجونة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر ليصبح واحدا من أبرز مدافعي الدوري من جديد ويشكل وسط كوكبة نجوم القلعة الحمراء في صفوف الجونة فريقا قويا مثل عقدة قوية لكل منافسيه في البطولة.
يفعلها لؤي وائل ويتقدم اللاعب المدافع ليدافع عن طموحات وأحلام ورغبات الجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء. ومن كرة ركنية لعبت اصطادها لؤي وائل. وشهد الموسم الجاري تألق لؤي وائل رفقة زملائه وشريكه في خط دفاع الجونة محمد نجيب ابن الأهلي السابق، ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بعد موسم شاق وطويل ومنافسة صعبة مع نحو 10 أندية للهروب من شبح الهبوط إلى دور المظاليم. لؤي وائل من الكباتن اللي يتقال عليهم فعلا أبناء النادي الأهلي. انت دخلت النادي الأهلي وانت عمرك 8 سنين ما شاء الله من سبورتنج، صح؟ الأهلي شافك دخلت النادي، قول لي ازاي ده حصل وازاي ده ساهم بقى ان انت تبقى من وانت صغير قوي في السن ده تحديدا كون شخصيتك او ساهم في تكوين شخصيتك انضمامك البدري ده للنادي الأهلي. هو اول حاجه انا كنت بلعب في سبورتنج في اسكندريه، بعد كده لعبنا بطوله في سبورتنج، كابتن بدر رجب كان موجود في البطوله دي، لعبنا النادي الاهلي، كنت بلعب في سبورتنج ساعتها، لعبنا النادي الاهلي في الفاينل كسبنا الاهلي 3 ساعتها. فالكابتن بدر رجب شايف ان انا مميز وكان محتاج يسال عليا، فسال عليا والدي وكده، فبابايا اهلاوي جدا طبعا، فاول ما عرف قال لي يلا على طول، يعني ما فكرش لثانيه. فانا بالنسبه لي كان الموضوع لسه جديد، كان 8 سنين، فكان لسه الموضوع بالنسبه لي غريب، بس كان نفسي طبعا ابقى موجود في النادي الاهلي. وكان والدي قبليها اصلا باسبوعين بيقول لي يا سلام لو انت مثلا حلمي ان انت تلعب في النادي الاهلي قبل البطوله نفسها، قبليها باسبوعين بالظبط. قبليها باسبوعين بالظبط، فسبحان الله جت في ساعتها، فهو حس ان حلمه بيتحقق، فقال لي تمام يلا بينا. فقلت له يلا انا موجود والنادي الاهلي بيتي، ويعني بتمنى طبعا، كنت بلبس تيشيرت الاهلي من وانا صغير جدا، ف أو معرفت النادي الأهلي وكابتن بدر رجب، بعد كده كابتن إكرام يجي يكلم النادي عشان الدنيا تتخلص وكده، فرحت على طول من عندي 8 سنين. كل ده كان عمرك 8 سنين وسبت اسكندرية بالظبط وجيت على القاهرة وبقيت في ناشئين النادي الأهلي. وأنا بتكلم معاك يعني دايما الواحد بيفتكر أيام الناشئين وأكنها لسه امبارح بالظبط. الأيام كانت جميلة جدا. احكي لي مين الجيل بتاعك ومين أول واحد شفته في النادي الأهلي وعملت معاه صداقات وبدات يعني. هو اول ما دخلت النادي انا اول واحد اتصاحبت عليه كان النني، يعني انت دخلت لقيته على طول اول واحد داخل الملعب وكده اول واحد اتكلمت معاه واتصاحبت عليه كان النني، والحمد لله لازالت علاقتنا الى لحد دلوقتي الحمد لله كويسه جدا ومع بعض دايما على اتصال يعني. فنني اول واحد، وكان هو موجود في النادي من قبلها بكذا سنه، فهو قعد بقى يتكلم معايا ويفهمني ويوجهني ان ازاي الدنيا ماشيه في النادي وكده، فكان هو اكتر صديق كنت بثق فيه ساعتها. وبعد كده بقى بدانا انا وهو كذا سنه بقى مع بعض لحد ما وصلنا هو 17 سنه، لان هو راح المقاولين وانا كملت، كان ساعتها كابتن محمد يوسف الماسك للفريق وكملت بقى وبدات اطلع فيرست تيم. كانت سنه حوالي 2009، كان كابتن حسام بدري لسه ماسك وطلعت بقى وبدات. كان عمرك كام سنه بقى ساعتها؟ اللي كان 17 سنه. اول ما طلعت كان عندي 17 سنه طبعا. اليوم ده انا فاكر لحد اللحظه دي عمري ما هنساه، يعني الكلام ده من 12 سنه 11 سنه. انا اول ما دخلت كان مثلا تمرين الساعه التجمع الساعه 9، فانا عملت فيها جامد بقى، وان انا هروح قبلها بساعتين وبتاع، وبقى ايه ان انا ملتزم قوي وبنوم جامد. رحت لقيت كله موجود. رحت بقى اول واحد لقيته كان كابتن ابو تريكه، اول واحد لقيته قاعد كان كابتن ابو تريكه قاعد بيقرا قران وقاعد كده، فانا قاعد مصدوم، لو هو بجد ده ابو تريكه اللي انا بشوفه في التلفزيون، انا مش مصدق فعلا يعني. فمره واحده لقيته قاعد بيسلم عليا وبيضحك وبيديني ميه زمزم، قال لي خد لسه راجع من السعوديه وخد اشرب وبتاع، فانا قاعد مرعوب، انا قاعد بتفرج عليه. بعد جميل تريكه جميل، شخصيه جميله من انضف واجدع الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. بعد كده لقيت كابتن وائل جمعه، بعد كده بقى لقيت كابتن سعد معوض. دخلت على يعني دخلت بقى انا مصدوم، انا قاعد مرعوب قاعد في مكان عمال اكش كده، ده يعني مش مصدق ان انا قاعد معاهم يعني. بس فبصراحه يعني كانوا يعني بيساعدوني وبيسندوني وما حسسونيش ان انا لسه طالع، وكل قاعد يقول لي العب براحتك واتبسط والعب كل اللي نفسك فيه وما تخافش من حد وكده. فبصراحه يعني كان من احلى يوم في حياتي يعتبر، يعني يوم لما طلعت ده يعني. حلو ده. محطة الناشئين في النادي الاهلي افتكر انها كانت نقطة بقى التحول، ودخولك بقى النادي والفيرست تيم ده كانت نقطة تحول للانطلاق بره والاحتراف في ليرس البلجيكي تحديدا،
صح؟ طبعا انا لما طلعت ساعتها كان بلعب ماتشات وديه فكان ساعتها بقى كنت بلعب مع الكابتن ابو تريكه كابتن الجمعه اللعيبه دي كلها وكابتن حسام غالي فانا كنت بلعب ماتشات فكان احنا خلاص سن 21 ده كان لازم يتايد 5 لعيبه بس بعد كده الباقي هيضطر اللي هو ما يبقاش موجود مع الفرقه فانا كنت موجود لحد اخر لحظه مع الفرقه بس كان الاهلي محتاج مراكز معينه كان انا المركز بتاعي طبعا كله زحمه كان كابتن شفيع الفضيل وكابتن نجيب واحمد السيد وكابتن وائل جمعه فكان مساعد كان لسه طالع فالدنيا كانت زحمه جدا فانا كانت بالنسبه لي كانت الدنيا هتبقى صعبه ان انا اكون موجود فلقيت كان كابتن حسام ساعتها كابتن حسام غالي مسافر بلجيكا كان رايح ليبس فمره واحده لقيت كابتن نادر شوقي بيكلمني في تليفون فبيقول لي سامع وشفت ان انت لعيب كويس جدا ولازم تبقى موجود معانا وحسام غالي بيتكلم عليك كويس جدا ولازم تبقى موجود وكده فرحت بلجيكا فلقيت بقى الحمد لله الدنيا كويسه ولعبت ماتشات والدنيا كانت كويسه جدا ساعتها يعني وبدات اخد الخبرات وبدات اخد الثقه ان انا العب في اوروبا بعد كده جت بقى الفرصه ان انا ارجع على الاهلي تاني لقيت كابتن علاء عبد الصادق بيكلمني ساعتها كان انت قعدت كام سنه بليرز قعدت حوالي سنه وشويه كان انا وكابتن حسام غالي رحنا مع بعض ورجعنا مع بعض بالظبط كده كانت الفتره دي بس فكانت اول ما عرفت النادي الاهلي عايزني ما فكرتش فيها اصلا يعني مع اني كنت مكمل وكان اي حد يتمنى ان هو لسه بيطلع اوروبا ويلا على ممكن تروح بقى اي يعني حتى تكمل مع ليرسا وجالك بنت وجالك بالظبط جالي حاجات كتير ساعتها فقلت لا انا ارجع النادي الاهلي ماليش دعوه انا عايز ارجع النادي الاهلي والناس تقول لي طب اقعد طب لو مش مبسوط في النادي عندي انا اطلعك اعاره تطلع في اي حته في اوروبا برده لا انا عايز ارجع النادي الاهلي انا بيتي والنادي الاهلي عايزني انا هرجع حتى لو ايه اللي حصل انا موجود في النادي الاهلي وقد كان رجعت بقى ساعتها زي موجود في ريبورت كده وبدات بقى السنه دي كان مستر جريدو ساعتها كان هو اللي ماسك السنه دي خدنا سوبر وخدنا كونفدراليه كانت السيزون ده بس ده كنت عماد متعب في اخر ثانيه بالظبط كده هو ده الماتش ده اليوم ده كان طبعا تاريخي يعني كان طبعا هتحكي لنا عليه انا هشوف تفاصيله لان الايام دي يعني ما في الذاكره يعني بالظبط فلقيت بقى الموضوع ماشي في السكه دي ان انا بقى احنا بناخد بطولات الحمد لله الدنيا كويسه بس كان حظنا وحش في الدوري السيزون ده بس كنتش بشارك بشكل مستمر قوي وانا كنت حابب ان انا ابقى متواجد يعني في فرقه ان انا العب واكون موجود فيها بصفه مستمره وكده فجالي اوفر من انتاج الحبيب كان ساعتها كابتن شوقي ماسك كان شوقي غريب وكان معاه كابتن عبد الستار صبري وشيتوس وكابتن عبد الظاهر السقا كان يعني منتخب واللعيبه اللي كانت موجوده اللي شجعني اسامي اللعيبه اللي كانت موجوده في الفرقه كان حضرتك زي ما حضرتك عارف كان فتح الله وجده وجده ومنتخب مصر بالظبط منتخب وصلاح امين ومحمود عبد الحكيم فانا برده اسامي وما شاء الله يعني نجوم كلهم وخبرات كبيره جدا فالحمد لله بدات العب بقى بصفه مستر كابتن شوقي بصراحه يعني ليه الفضل بعد ربنا في اللي انا فيه دلوقتي حالا هو وصلني كده وخلى عنده ثقه فيا ان انا لعيب كويس فالحمد لله يعني ان انا كنت على قد المستوى وكنت على قد الثقه اللي هو اداها لي واديت وعملت سيزن كويس جدا والحمد لله يعني بس لا انا عايزه اتوقف قبل عودتك لمصر للاهلي أوكي. انت ما فكرتش ليه ان انت تستمر هناك عشان بس اتعرض عليك ان انت تنزل على النادي الاهلي ولا كان فيه ولا التجربه الاحترافيه انت ما تاقلمتش عليها يعني احكي لي شويه عن لا خالص. عن الفتره دي خالص انا كنت حابب العيشه بره جدا والمنتاليتي بتاعت اوروبا يعني انا عادي بالنسبه لي اللايف ستايل ده او العيشه دي انا بالنسبه لي عاديه جدا يعني بس حسيت ان عودتك للاهلي فرصه لا تعوض يعني انا اول ما الاهلي اصل انا قعدت في الاهلي فتره طويله قوي فانا عارف قيمه الاهلي ومتربي في الاهلي فعارف الناس اللي بتبقى نفسها تعدي من قدام سور النادي الاهلي فانا اول ما الاهلي كلمني ما فكرتش لثانيه انا حتى ما فكرتش طب حتى اوروبا لو جاي لي فرقه احسن او حاجه لا انا ما فكرتش انا في ساعتها قلت انا راجع النادي الاهلي ما فكرتش بقى في فلوس ما رضيت على بياض اسكا كابتن عبد الصادق كان موجود حضرتك ما تسالي انا ما فكرتش في ثانيه قلت له يا كابتن فين العقود اول ما قعدت معاه انا ما قعدتش ثانيه كان معايا من غير ما ابص والله مضيت على طول وانا موجود في النادي فقلت لهم اي وقت تكلموا يا كابتن انا جاهز في التمرين وعلى طول كان ساعتها فيها اجازه وكده فقلت له يا كابتن اول ما تكلموني انا موجود
فكان انا طبعا كان شرف لاي حد يكون موجود في النادي الاهلي صحيح. يعني مش خاصه اللي متربيين وانت 8 سنين جوه النادي و... ويعني عشت حتى فتره القطاع الناشئين دي برضو بتبقى في الذاكره شويه وبتبقى دايما معلمه معاك طول العمر. وانت كلمتنا عن النني بمناسبه النني، يعني ايه رايك في تالقه دلوقتي في البريمير ليج؟ بتتواصل معاه بيقول لك حاجه؟ تجربته في تركيا كان اثرها ايه؟ يعني كلمنا برضو شويه عن طبعا النني من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات اللي ما بتسمعش كتير للناس. مثلا لو حد بينتقده بيسمع طبعا بس ما بتأثرش فيه، بيبقى عايز دايما يثبت لو هو كويس. وانا كان دايما عندي ثقه ان هو لعيب كويس وان هو لعيب كبير، حتى في وقت كتير كانت ناس بتنتقده. انا عارف، عشان عارف لو هو لعيب كبير جدا ولعيب مهم ولعيب زي ما احنا شايفين دلوقتي في اوروبا. يعني المدرب ارتيتا بيتكلم عليه ان هو من الناس الاساسيه وعايزين يجددوا له، فما شاء الله مكسر الدنيا. فحتى هو من النوع اللي هو ما استسلمش، اللي هو مثلا قال اللي هو لا انا هرجع بقى مصر وخلاص كده، واوروبا مش كويسه وارسنال خلاص وما بلعبش. لا بالعكس، راح تركيا واجتهد وعمل موسم مش طبيعي هناك في تركيا، ورجع وقال لا انا هثبت نفسي وهلعب، وانا حتى لو مين موجود كل واحد يعمل اللي عليه والاحسن يلعب. وقد كان هو ما شاء الله دلوقتي بيلعب، ويعني كلهم قاعدين له احتياطي. صحيح. احنا معانا برضو واحد من حبايبك قوي قوي وعشرة العمر، وبالرغم من انه في معسكر مغلق دلوقتي، بس طبعا لما عرف انك موجود قال لا لازم يكلمك. هو عرفته. طب قول له ايمن يا حبيبي صاحب. الو ازيك يا لوكا؟ حد مغششك قبل ما تدخل؟ ازيك؟ انا حافظه. عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا زتوت؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. بما طبعا على كابتن هاني رمضان. ايمن ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ انتوا اصحاب وشبه بعض على فكره، يعني كمان بيقولوا ان احنا فينا شبه من بعض. فعلا يعني اصحابه، وانتوا الاثنين شول كمان، وما شاء الله انتوا الاثنين لعيبه كبيره. يا كابتن انا بشبه وحشه في حقي بصراحه. صحيح. احلى كتير. بيخبط ايمن، بيخبط فيك. ايمن ازيك يا حبيبي؟ منور. بنور يا كابتن، ربنا يكرمك. اخبارك ايه؟ منور البيت الكبير يا كابتن هاني. انتوا في الناشئين كمان كنتوا شبه بعض قوي يا كابتن ايمن. لا يعني شايف الصوره دي يعني هو اصغر لؤي اصغر مني بسنه، بس هو احنا كنا جيل واحد، يعني هم ال 92 كانوا معاهم 90، فاحنا كنا بنلعب في جيل واحد. كان هو بيلعب مساك جنبي وانا كنت بلعب باك ليفت، فكنا فرقه واحده وكنا صحاب من زمان وزمايل. والفجاه الحمد لله بتاعتنا دمت لغايه لما هو حتى كنت انا في سموحه، وبعد كده رجعت الاهلي وهو راح الجونه وانا في الاهلي. فالحمد لله الصحوبيه بتاعتنا من الناس يعني قليلين قوي من الكوره اللي بعتبرهم صحابي، يعني هو دلوقتي قريب منك. جدا. ولسه بتكلم معاه. بيقول لي يعني ذكريات طبعا قطاع الناشئين وكواليسها وحوادثها بتكون دايما بتفتكرها يا ايمن، وتبقى في دماغ اللعيب مهما وصل، يعني مهما كبر. احكي لنا برضو، انا عارف ان برضو لؤي شقي شويه يعني، بس احكي لنا بعض الكواليس. وانتوا كمان كنتوا لسه صغيرين، كان معاكم تقريبا كمان النني، وكان مين من مجموعاتكم كمان؟ كان عمرو جمال تقريبا. عمرو جمال وحسين السيد. حسين السيد مجموعه. كان في تاحه والعش، وكان في عبد الله عبد العظيم. عبد الله العظيم طبعا، يعني مجموعه منتخب الشباب ومنتخب الاولمبيا. اتفضل ايمن. لا يعني هو كابتن يعني كان في ذكريات جميله صراحه في ايام الناشئين. هي ايام كلها شقه بس ايام حلوه كلنا بنفتكرها، يعني لما بنتجمع انا وزمايلنا اللي هم كانوا في ايام الناشئين كنا يعني بنتكلم في الذكريات الحلوه ديت، وبنفضل نضحك على مواقف كثيره مضحكه حصلت في ايام الناشئين، حاجات جوه الملعب، حاجات حصلت بره الملعب. فدي حاجات طبعا ذكريات حلوه كتير ايام الناشئين يعني. احكي لنا بقى كده حاجه من الذكريات اللطيفه دي، عمال تقول ذكريات حلوه ذكريات حلوه، قول لنا حاجه من الحلاوه دي. هو عمال بقى بيضحك، عشان كده انا سالتك السؤال ده. لو تجيب رياكشناته. حصل موقف طريف جدا. عندنا تقريبا 18 سنه كنت انا ولؤي، فانا كنت بايت عند لؤي، فكان عندنا ثاني يوم ماتش، كان عندنا ماتش مهم يعني وكده، احنا كنا حاسمين الدوري بس هو كان ماتش مهم، لكن اهلي وانبي وكده ايام الناشئين. احنا كان عندها 18 سنه، ف كنا سهرانين يعني في البيت وكده قاعدين مش جايلين نوم. يا ابني نام، وانا هو يقول لي يا ابني نام، لحد لما سهرانين لغايه الساعه 7 الصبح، والماتش كان الساعه 2، فاحنا الغدا بتاعنا الساعه 10 الصبح، فاحنا ما نمناش. يعني احنا تقريبا نمنا مطبقين. مطبقين. يعني الماتش مطبقين. مطبقين. الماتش مطبقين.
وبعدين بنضحك بس. بنحاول ننام في استراحه الناشئين شويه قبل الماتش، مش عارفين ننام برضه. فنزلنا الماتش طبعا، انا ولؤي لعبنا اوحش ماتش في التاريخ. طبيعي يعني. هو يبص غلط يبص لي انا لا، وبعدين انتوا جنب بعض كمان، يا ما حدش بيشيل حد. ايوه يعني دي كانت المشكله، ان محدش عارف ينقذ الثاني. يعني انت على الشمال بالظبط، يعني بس شمال بالظبط، يعني انا عارف انقذه ولا هو عارف ينقذني، من غرق بعض. هو يبص غلط يضحك. انا مش مصدق ان احنا وحشين قوي كده، احنا نجري مش عايزين نعمل حاجه. من بعدها طبعا قلت له احنا لازم نبعد عن بعض، ما نعرفش بعض التاني. صح، ده اسلم حل. وبعدين خد بالك انت عندك بكره خلاص بتستعد لمعسكر بكره باذن الله، ما تعملش. طبعا. قول لي منتخب مصر ان شاء الله، ان شاء الله هيكمل ان شاء الله في الماتشين المهمين الجايين دول باذن الله. كلمني عن استعداداتك بقى، بتعمل ايه قبلها بيوم يا ايمن؟ قبل الماتش بيوم؟ لا، قبل المعسكر، قبل ما تدخل المعسكر يوم لازم اخرج مراتي واولادي، لان بيبقى عندي معسكر طويل شويه، فلازم انهي قبل فتره المعسكر دي، لازم انهيها مع مراتي واولادي، نخرج نتغدى بره. الاولاد مثلا لو عايزين نوديهم مكان يلعبوا شويه. لكن طبعا ايام حنين قوي طبعا الواحد يعني بتتريق. بص يا سامع بيقول ايه وانت بتتكلم؟ بلاش يا لوكا. بيقول لك حنين. بقول لك انت حنين، دي حاجه حلوه، ميزه دي. صح، حاجه حلوه دي، ميزه. انا بقول كده برضه اني مش باين عليا. لا ايمن طبعا ليه حق عليا يعني اكيد. وبعدين بقى بتخرجهم، وبعد يعني خلاص انت بتبقى عارف ان انت هتقعد فتره طويله في المعسكر ده، فبتبقى حاسس ان انت هتسيب فراغ يعني. يعني بخرجهم شويه وكده عشان ابقى رايح المعسكر وانا حتى مستريح نفسيا، يعني ان هم انا خرجتهم شويه وكده وخليتهم مبسوطين. طبيعي. ايمن طبعا يعني كمان انت متالق ما شاء الله مع النادي الاهلي في الفترات الاخيره، اذا كنت حتى كمركز سردباك او باك شمال، فدخولك ان شاء الله معسكر بكره المنتخب ومباراتين بتاع توجو وذهابا وايابا، شايفها ازاي؟ و كمان شايف ده هيبقى استعداد ان شاء الله جيد جدا ليه؟ طبعا المباراه النهائيه يوم 27، المباراه اللي كلنا مستنيينها، وكاس افريقيا. طبعا كابتن هاني، طبعا لو حضرتك قلت كده بكره هنبدا معسكر، يعني الماتشين مهمين جدا في البطوله، يعني التصفيات طبعا المؤهله للبطوله. مهمين جدا، لازم ان شاء الله كل اللعيبه اللي موجوده لازم تفكيرها يكون مصاب ان احنا نحقق الصابونت اللي جايين دول، لان مهمين جدا. فاتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا انا وزمايلي في منتخب مصر احنا نعمل حاجه كويسه. طبعا بعد كده بقى ماتش النهائي افريقيا طبعا هيجي بعد كده، لكن احنا طبعا انا عن نفسي بحب اركز ماتش بماتش، يعني انا عندي ماتش اللي جاي منتخب مصر لازم اركز فيه جدا، الماتش اللي بعد منتخب مصر لازم اركز فيهم جدا، بعد كده ان شاء الله لما ارجع النادي نقدر نركز ان شاء الله بطوله افريقيا ونحقق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كابتن. عايز تقول له حاجه لؤي؟ شكلك عايز تقول له حاجه. انا لا، ايمن اخويا يعني، ما من احنا عندنا 8 سنين يعني، دلوقتي نعرف بعض بقى لنا حوالي 20 سنه، فعلاقه الحمد لله يعني مكمله ان شاء الله. لا، ذكرياتنا مع بعض مش طبيعيه يعني، في مواقف كتير تتحكي وما تتحكيش، في حاجه اكيد. كل ضحكه عباره عن ما يتحكيش. بالظبط كده، دي حقيقه. دي حقيقة. بس أيمن من الشخصيات النظيفة جدا واللي بيحب الخير لأصحابه في الكورة عامة وبره الكورة، يعني دايما نقعد نكلم بعض ننصح بعض، سواء هو مثلا اللي عمل ماتش كويس عمل ماتش وحش، بنقعد نكلم بعض والعكس صحيح برده، نقعد ننصح بعض ونعلي من بعض، ولو واحد وحش نقول له أنت وحش عشان نفوق بعض، مش هيبقى صديق صح لو انا شايف ان هو وحش قول لا انت كويس وكده. يعني مره شفت ايمن قال يعني في ماتشات قلت له فعلا كلمت قلت له ايمن النهارده انت ما عجبتنيش او انت ايه. عادي جدا. قال لك ايه ايمن؟ قال لك ايه العك اللي عمله؟ كتير يقول لي يا ابني انت، لا انت في سده واحده النهارده لازم تعمله كده بتاع، انا برضه كنت بكلمه بقول له لا انت لازم تعمل كده ولازم تعمل كده، فاحنا بننصح بعض في الحاجات الكويسه وانا بتقبل منه وهو بيتقبل مني، يعني ده كويس. بالظبط يعني بالظبط اخوات، فهو اكيد مش هيقول لي حاجه يعني تضرني، وانا باخد الكلام بتاعه وبحاول انفذه، يعني هو برضه نفس. عشان كده بقى كويس الحمد لله، عشان كده بقى كويس دلوقتي. عشان كده بقيت كويس. ها ربنا يكرمك يا حبيبي كده، وانت من الشخصيات الجميله اللي انا بحبها، وان شاء الله الفتره الجايه تحقق كل التمثيل
في النادي اللي انت تختاره او لو كملت هنا فربنا يكرمك حبيبي. حبيبي ايمن ربنا يكرمك انت حبيبش. كمان يا ايمن وكل زمايلك ان شاء الله يا رب باذن الله كل التوفيق ليك يا كابتن ايمن. شكرا يا ايمن وبالتوفيق. كنا قبل التليفون كابتن ايمن اشرف بنتكلم عن انه عشقك او حبك للنادي الاهلي هو اللي دفعك لانهاء مسيرتك الاوروبيه بسرعه. دي حقيقه. انت لعبت كام بقى مباراه في عهد جاريدو؟ ايه اهم النتائج كمان اللي انت ممكن تفتكرها اللي حققتها؟ لا احنا ما لعبتش بفتره كبيره قوي بصراحه باش كداب يعني ما كنتش الاداء ما كانش كتير كنت مصاب معظم السنه بصراحه يعني دي كان عندي حظ سيء بصراحه جدا جدا يعني السنه دي. بس بعد كده بقى ما لعبش كتير بصراحه بس كنت متواجد في ماتش السوبر اللي هو بتاع اللي الزمالك بالظبط وماتش كونفدراليه كنت برضو ما كنتش متواجد بس كنت يعني ما كنتش متأيد عشان كان ساعتها الناس القديمه هي اللي كانت بتلعب عشان كان بنلعب ساعتها ب 14 لعيب بس في البطوله هيك متذكر يعني. فلا يعني انا عايز اقف عند الماتش ده بالذات واكيد لحظات غريبه جدا عدت عليك وخلاص البطوله بتروح مننا وفي الدقيقه بلس 94 بالظبط الجون تقريبا وليد سليمان بيعملها وبيرفعها كمان بيمينه يعني احكي لي برضو اللحظات دي عشتها ازاي والناس والجماهير كانت عايشه القصه ازاي. انا قاعد في الملعب او هيك الملعب بيترج 90 دقيقه الجماهير ما بتسكتش يعني دي احلى حاجه في النادي الاهلي الجماهير بتاعته صراحه بتقفل الكشافات لا الملعب بيترج استاد بيترج انا حاسس ان انا قاعد كده فايبريشن كل ماتش كنت انت قاعد فين ساعتها مع الجماهير عشان انت بره السكور بالظبط كده فقاعد وبتاع الناس كلها عمال يقول يا رب الدقيقه 90 جت الدقيقه 94 مره واحده لقيت عبد الله لعبها لوليد وليد راح رفعها بيمينه راح واقع في اللي هو اصلا الكره غريبه جدا لقيت متعب حاططها بدماغه مره واحده لقيت نفسي بحضن واحد ما اعرفوش جنبي اصلا يعني بحضن واحد قمت بتنطط كده زي العيال الصغيره نجون وبتاع والملعب فعلا بيترجى انا قلت هنقع بقى من كتر ما الناس ما شاء الله يعني انفجرت في الملعب جريدو عمل نفسه سبرنت جابوه من هناك عند المطاف هناك عند الاسعاف ايوه جريدو لف الملعب كله لف الملعب كله كان هو وخورخي والجهاز كله نزل الملعب وكابتن علي ماهر ساعتها كان موجود واللعيبه واللي هو من كتر ما اللعيبه بتحضن بعض اللعيبه مش عارفه تتنفس من كتر ما هو كله بقى في حضن بعض اللعيبه مش عارفه تتنفس ساعتها فلا اليوم ده انا مش ناسيه يعني الماتش ده من 6 سنين انا لحد دلوقتي فاكر كل لحظه فيه وما بعد الماتش واثناء الماتش وقبل الماتش واللعيبه ازاي كانت مع بعض واللعيبه كلها كانت ازاي اللي احنا لازم نكسب والاجواء وان كله بيحفز اللي جنبه ومحدش كان بيزعل التاني وحتى ده احمد عادل كان بيلعب وهو ممزوق اخر ربع ساعه بيلعب وهو اماميته ممزوقه ما ده برضه هياخدنا معلش يا سهام لنقطه مهمه جدا الاجواء ولما التداخل على بطوله كبيره جدا واستعدادك للكونفدراليه وكان النادي الاهلي اول فريق مصر يحصل على الكونفدراليه والمباراه على ارضنا بتشابه لحد كبير جدا مباراه يوم 27 بالظبط احكي لنا الفتره اللي بتعيشها اللعيبه قبل البطولات الكبيره او الايام الكبيره في بتعشوها ازاي ويبقى الجو العام عامل ازاي؟ هو الجو العام بيبقى كله تركيز مش طبيعي، كله قافل على نفسه، كله حاطط تارجت ان هو لازم ان البطوله دي ما تخرجش من بره النادي، يعني لازم كل الناس بالجهاز بالعمال باي مجلس اداره كل الناس كانت بتبقى موجوده في الملعب عشان تأزر اللعيبه والجماهير كانت موجوده ايامنا كانت التدريب كان بيحضروا جماهير طبعا فحضرتك لو تشوف اصلا الجماهير كانت عامله ازاي في قبل الماتش تخليك انت تنزل مش تاكل النجيله انت عايز تقطع اي حد قدامك وتجري يعني وتموت نفسك عشان الناس دي وعشان النادي ففعلا لا الايام دي كانت وكل واحد بيحارب برضه لاي عشان كله. عايز يلعب يعني برضه النقطه دي انه خلاص ما فيش بقى اساسي واحتياطي ولا 14 حتى الناس اللي بتحس انها بره شويه لا ده فرصه كبيره جدا عايز يخش وعايز يثبت نفسه انا يعني انا مثلا كنت ساعتها كنتش متأيد فيها عشان كنا جايين متاخر كان القايمه وكده كان بيلعبوا القايمه القديمه انا جاي لا انا من كتر الجماهير لا انا عايز العب الماتش ده انا هموت والعب الماتش ده لو انت اصلا مش انا مش عايز اصلا بس هموت والعب واتمرن وبموت نفسي ان هو كاني انا اللي هلعب ماتش بكره فلا الاجواء كانت تساعد اي حد ان هو يعني تخليك في اجواء مكسب وده اللي بان يعني انت سبحان الله ربنا حط اديها لك في وقت ان انت تفرح بدل فرحه اثنين جت توقيت وجون بمكسب ببطوله بكل حاجه بفرحه الناس
فلا كان يوم ولحظات لا تنسى يعني. عايز بصراحة اسالك سؤال بس ما تردش بالدبلوماسيه. لو انت دلوقتي موجود في النادي الاهلي تمام، شايف ان فرصتك كانت ممكن تكون اكبر؟ كان ممكن لؤي يحجز لنفسه مكان اساسي في الفريق؟ والله انا كنت يعني انا الفتره اللي انا كنت فيها كانت صعبه. بس انا كنت شايف انا كنت خدت فرصه اكبر ولعبت كذا ماتش ورا بعض، كنت حاسس ان انا ممكن يبقى فرصتي اكبر ان انا اكون متواجد بصفه مستمره وبصفه اساسيه يعني. أيوة. انا كنت شايف كده والحمد لله اثبتت لنفسي كده لما رحت الانتاج ان انا بالظبط ان انا كنت لا انا محتاج بس ماتشات بالظبط. هي دي كانت النقطه. بس المشكله في النادي الاهلي ان انت ما عندكش وقت للحاجات دي، انت بتلعب كل ماتش ببطوله، فهي كانت النقطه في كده. بس انا كنت اتمنى طبعا ان انا كنت اكمل في النادي الاهلي اكيد ان انا اخد فرصه، بس يعني بس الحمد لله يعني الحمد لله يعني برده مبسوط بالسنه اللي كنت موجود فيها برده يعني. خدت برده خبرات. واه انت كلاعب بيصعب عليك انك كان نفسك يعني كان نفسك تلعب اكتر، كان نفسك تاخد تبقى موجود جوه الملعب اكتر، لكن على المستوى الثاني انت كمان اثبتت لنفسك كلاعب كمان انك لما بتاخد فرصه بتبقى مميز. رحت مع الكابتن شوقي وعملت موسم رائع. بالظبط، هو ده انا كنت حاطه تحدي لنفسي مش طبيعي ان انا لازم اثبت للناس ان انا ما كنتش مثلا موجود في الاهلي كده وخلاص، او ان انا مثلا كنت وحش او حاجه. كنت حاطط نفسي تارجت ان انا لازم استقتل والسنه دي اكون او لا اكون، فدي كانت بالنسبه لي اكتر حاجه مخلياني انا مركز طول السنه وعامل نركز في شغلي وعاملين ماتشات كويسه جدا. صحيح. وما خسرناش ولا ماتش في ملعبنا السيزون ده مع كابتن شوقي، فكنا ثالث احسن دفاع بعد اهلي وزمالك فرق جون او جونين. فالحمد لله كنت حاطط نفسي تارجت مش طبيعي، وكان اللعيبه بصراحه اللي معايا كانت طبعا كلها تساعد اي حد، كنا منتخب يعني كويسه قوي كان يعني كانت اللعيبه كلها خبرات وكلها لعيبه تقيله، وكان الناس بتنزل خايفه مننا سواء اهلي او زمالك. بصراحه كان بينزلوا مقلقين من الاسامي انت. ما شاء الله محمد زيدان، محمود فتح الله، محمد فضل، بابا اركو، صلاح امين، محمود عبد الحكيم، محمد فاروق، كان شهاب، فاللي هي الاسامي ما شاء الله كانت كبيره جدا يعني. فكنا بنأدي كل الناس كانت جايه عشان عايز تعمل حاجه معينه يعني، كله كان جاي طبعا يعني. كان كابتن شوقي كان عامل كبير جدا ان يعرف يلم الفرقه دي كلها، وكله كان حاطط تارجت ان هي فرقه كانت لسه صاعده يعني. انا بالنسبه لي انا كان جاي لي كذا اوفر من انديه موجوده وانديه من التوب الموجودين في الدوري، بس انا لما شفت اللعيبه اللي كانت موجوده في نادي الانتاج مع انه كان لسه صاعد مظبوط، لقيت ان لا الفرقه دي هتعمل حاجه وهنوصل مع بعض لحاجه كويسه مع كابتن شوقي. ودي كانت حقيقه. احنا كان فاضلنا على اخر ماتش كنا هنبقى مركز ثالث لولا بس خسرنا اخر ماتش داخليه ده في الدقيقه 94، كان زماننا مركز ثالث وبنلعب كونفدراليه وفرقه كانت جميله جدا بصراحه يعني بالنتائج وككل حاجه. جات لك عروض منين ساعتها؟ من اي او من اي انديه بتقول ان جات لك عروض من انديه كبيره في الدوري؟ كان ساعتها اسماعيلي، وكان ساعتها سموحه، كان ساعتها سموحه دي كان السنه اللي قبليها كان مفنش تاني الدوري فرق جون عن النادي الاهلي ساعتها، كان كابتن حماده صيدي كان بالظبط كده. كان جاي لي لا كان جاي لي واتحاد، وكان جاي لي اوفرز كتيره يعني من انديه ومقاولين ومقاصه. نوع من انواع برضو التحدي ده شيء كويس انك كمان عندك فيجن وعندك لا انا شايف ان ده الفريق الانسب ليا في الوقت ده بالظبط، ان انا اخش معاهم الاسماء الكبيره والخبرات الكبيره ممكن كمان تسندك، لان اعتقد في الوقت ده انت كنت حتى فاقد نوع من انواع الثقه شويه لانك بعيد عن الملعب. بالظبط، وبالتالي وجود كابتن شوقي مع المجموعه ديت ودخلت وعملت ماتشات هايله وعملت سيزون رائع. بالظبط، وكنت بس عايز اغير ليا غير عتبه زي ما بيقولوا يعني. بالظبط، كنت عمال اتصاب طول السنه، فحسيت ان طمنا عليك بقى دلوقتي. بالظبط، فدلوقتي فرصه طمنا عليك. دلوقتي لا الحمد لله احسن. كنت الدنيا كانت في اصابه بس الحمد لله يعني دلوقتي احسن خلاص، فاضل لي اسبوعين ان شاء الله وانزل يعني ان شاء الله باذن الله. ما ينفعش نختم معاك الفقره دي غير لما نسالك عن بقى خلاص يعني العد التنازلي بدا لنهائي افريقيا، يعني القمه المصريه زي ما نعتبرها كده، ديربي ديربي الافريقي القرن ديربي القرن. قول لي بقى شايف الاستعدادات بقى استعدادات فريقنا، شايف المواجهه هتكون ازاي يعني؟ اعتقد ان الماتش ده هيبقى من احلى ماتشات في تاريخ مصر. ده انا رايي ان كل اللعيبه هتطلع اقصى ما فيها، اقصى ما عندها من طاقه ومن كوره ومن روح ومن كل حاجه، عشان المكسب هيبقى كبير قوي
ان شاء الله يعني لما يكسب الماتش ده هيبقى معنوي بطريقه مش طبيعيه. صحيح. وببطوله لما تكسب من الند بتاعك نادي الزمالك فرقه كبيره طبعا والفتره دي ماشيين بشكل كويس قوي. فانت لما تكسب نادي الزمالك وفي ارضك هنا برده في مصر وعلى ملعبك يعتبر ملعب الزمالك برده وتكسب بطوله بديربي فدي اللي قدام كمان هتدي للعيبه ثقه مش طبيعيه. بس انا شايف ان الاجواء كل اللعيبه مركزه. انا كنت بتكلم مع ايمن كل يوم وبتكلم مع معظم اللعيبه في النادي الاهلي ان اللعيبه يعني مستقتله على الماتش ده ان البطوله زي دي يعني ماتش بطوله فاللي هو ما فيش ماتش احسن من كده. وانت ان شاء الله يعني اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه وتفرح الناس اللي موجوده. ده كلام يعني حتى ايمن بيقول لي كده يعني نفسي نفرح الناس اللي موجوده والناس عشان الفتره دي هتبقى صعبه على كل الناس لو قدر الله الاهلي خسر. فاللعيبه برده بتفكر في الجماهير اللعيبه كلها طبعًا بتفكر بالظبط في الناحيه خاصة دي خاصه الاهلي كمان مميز قوي السنه دي يعني بالزبط. يعني النادي الاهلي ما شاء الله واخد الدوري قبلها بسبع اسابيع. سريعا تقييمك للموسم الصعب ده للنادي الاهلي وده ممكن يكون عامل ايجابي للمباراه النهائيه ان احنا ماشيين بشكل كويس معنويات عاليه واخدين دوري بالظبط بالظبط. والسيزون ده لا الاهلي بيأدي باداء مش طبيعي ما شاء الله سواء مع فايلر كان ماشيين بشكل كويس جدا بارقام وحتى الدنيا كانت كويسه جدا. بعد الكورونا كان يمكن الاداء مش زي ما كان قبل الكورونا بس ده طبيعي بعد ما بتقف خمس شهور ولا حاجه فده صحيح. طبيعي عمرك ما تطلع بنفس الريتم اللي كنت يعني ناهي بيه. بعد كده جه مستر موسيماني دلوقتي ما شاء الله الفرقه شكل مش طبيعي ما شاء الله بحاجه تبسط يعني الواحد قاعد الاهلي بيبقى قاعد مبسوط كان بيتفرج على فرقه من اوروبا صحيح. دي حقيقه يعني كوره واداء وجوان وكل حاجه. فاعتقد ان السيزن ده بالاداء اللي الاهلي بيلعب بيه ده هيبقى ليه فرق كبير جدا في الماتش النهائي وان شاء الله يعني ان شاء الله الاهلي يكسب يا رب. باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يخليك نورت بيتك الكبير ربنا يخليك نورتنا وشرفتنا لؤي وبالتوفيق لك في الفتره اللي جايه. واحنا يعني انا عن نفسي ان شاء الله متاكد انك هترجع وترجع قوي جدا لان امكانياتك الفنيه كبيره وان شاء الله تكون موجود كمان معانا في البيت الكبير بعد ما نفوز بالبطوله. يا رب يا كابتن ربنا يخليك ربنا يخليك وشرف ليا ان انا موجود هنا يا كابتن نورتنا نورتنا يا كابتن شكرا. بعد الفاصل عائله اهلاويه جدا في البيت الكبير. نجح محمد شومان لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي الأهلي في قيادة فريقه للحصول على لقب الدوري الممتاز للمرة 11 على التوالي والحادية والثلاثين في تاريخ المارد الأحمر. شومان يبلغ من العمر 27 عاما وبدأ حياته داخل النادي الأهلي وهو في الخامسة من عمره وتدرج داخل الفرق الرياضية حتى وصل للفريق الأول وحقق معه الدوري في 9 مناسبات وكأس مصر 3 مرات وبطولات الأندية العربية والإفريقية. شومان من عائلة أهلوية حتى النخاع فالوالد هو عادل شومان صاحب التاريخ الكبير داخل جدران القلعة الحمراء سواء كلاعب أو كمدرب فهو يقود حالياً فريق السيدات كما أنه عمل مسبقاً في منصب مدير قطاع الناشئات وأفرز للأهلي العديد من الأسماء الرنانة كما أن له العديد من التجارب خارج مصر سواء في السعودية أو الإمارات. والأخت هي فجر شومان لاعبة تنس الطاولة بالأهلي سابقاً والتي حققت العديد من الألقاب مع الأهلي قبل أن ترحل عن الفريق وتلعب حالياً في صفوف نادي الإسماعيلي بعدما رفضت عرضاً مغرياً للانتقال لصفوف نادي الزمالك كما أنها اشترطت ألا تخوض مباريات فريقها أمام الأهلي. ونأتي للحديث عن النصف الآخر في حياة محمد شومان وهي شمس العياشي التي بدأت حياتها كسباحة داخل النادي الأهلي قبل أن تمارس البالي المائي وتعشقه حتى أنها أصبحت مدربة فريق تحت 18 سنوات بالنادي قبل أن يتزوجها شومان بعد قصة حب وأنجبا تميم الذي يبلغ 2.5 عامين. ويأمل والده أن يكون خير خلف لخير سلف وأن يكمل مسيرة عائلة شومان داخل جدران قلعة الجزيرة.
يعني التقرير فيه كل حاجة، لكن بنتكلم عن عيلة زي ما قلت لكم من طراز فريد، من عائلات الأهلي اللي لها تاريخ طويل جدا مع النادي، يمكن خمس سنين من خمس سنين يعني عمره خمس سنين بيلعب في التنس ما شاء الله. كابتن محمد شومان لاعب الفريق الأول للتنس الطاولة بالنادي الأهلي، برحب بيه طبعا. ونهاردة طبعا يمكن لسه محقق الدوري للمرة الـ11 على التوالي والـ31 في تاريخه، وزوجته طبعا الكابتن شمس العياشي اللي بتدرب فريق الباليه المائي تحت 10 سنين برضو في الأهلي. انا بيراودني سؤال، والتقرير ده بيتلعب، عايز ارحب بيهم، عايز ارحب بيهم لان انا بحب العائلات الاهلاويه. يعني بنتكلم على الابن محمد، الاب عادل، الاخت فجر، كلها عائله اهلاويه 100%. وده يعني زي ما بقول الواحد بيكون فخور كمان. يعني سيبك بقى من الكوره، احنا عارفين الكوره واخده طبعا السوشيال ميديا والاخبار كلها، لكن الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف يعني نماذج زي حضراتكم موجودين بيحبوا النادي الاهلي، مولودين جوه النادي الاهلي، بطولات مع النادي الاهلي. فانا سعيد ان انا اكون موجود معاكم النهارده، وانا والله وانتم يعني منورين يعني حضرتك. يعني انا مبسوط جدا انا معاكم فعلا، وده في يعني في قناه الاهلي، وحاسس ان هو في بيتي يعني، فانا احنا بيتنا في الاهلي اكتر من البيت بتاعي. صحيح، اهلا بيكم، منورين. منورنا كابتن شمس. منورين. تميم فين؟ سايبينه فين دلوقتي؟ نايم فعلا. انا اعرف ان البيت اللي فيه رياضي يعني اكيد بيت بيبقى صعب، بيت يعني محتاج، بيبقى فيه تحديات خاصه، بيبقى فيه تضحيات خاصه، ما بالكوا بقى انه البيت ده فيه اتنين رياضيين وما شاء الله شايلين مسؤوليه، فاكيد التضحيات والتحديات دي اكبر يا كابتن شمس، مش كده؟ موضوع اصعب كتير. لان محمد يعتبر تقريبا اغلب الوقت مسافر بره، فانا اغلب الوقت قاعده بتميم، وبحاول دايما ان انا اخليه مرتبط ببابا اكتر، يقعد يتفرج على ماتشات لايف لبابا، يقعد يتفرج عليه على اليوتيوب، يتكلم فيديو كول. يعني كتير قوي كنا بنخرج احنا الثلاثه فيديو كول، هو بابا قاعد مثلا مريح شويه من التمرين واحنا خارجين ساعتين. يا حبيبتي تفتحي له الفيديو، فيديو كول، لان لا ده يحس ان ده بعيد عنه ولا ده يحس ان ده بعيد عنه. برافو. ده شيء جميل. واحنا دلوقتي يعني بنتكلم، هو دلوقتي مع مامتك مثلا ولا مع بابا؟ يعني انت دلوقتي على الهواء فانت سايباه نايم مع العيله، امال في الطبيعي بتعملي بيه ايه؟ بتعملي فيه ايه؟ لما بيكون انت كمان عندك شغل؟ لما بيكون عندي انا شغلي الصبح بيروح حضانه. تمام. مينلي عشان خاطر يتعامل مع الناس، ما يبقاش عنده مخاوف من الاطفال، ما يبقاش عنده مخاوف من ان هو يمسك حاجه، يتعامل في حاجه جديده، يجرب حاجه جديده. وبعد الشغل بقعد انا بيه ما بيني وما بين محمد. يعني بنكون مع بعض، بنقسم الوقت بيننا، ويعني لو في تعاون يعني طبعا. نرجع لقبل التعاون، وشوفنا في التقرير قصه حب، وقصه الحب اكيد ليها كواليس. قابلتوا بعض فين؟ يعني في النادي ولا قابلتوا بعض وانت كنت مثلا بتلعب تنس طاوله وهي جت، ولا انت كنت حمام السباحه وهي بتمرن؟ يعني قابلتوا بعض فين والقصه بدات ازاي؟ انا هو في على فكره في بنت هي بتلعب تنس طاوله وفي نفس الوقت مدربه في الباليه. تمام. فاول معرفتي كانت بمعرفه اختها شهد، وشهد اختك. هي برده شهد مدربه بالي في النادي الاهلي برده، وكانت برده بتلعب بالي في النادي. تمام. فكنا انا واثنين كمان بتوع تنس طاوله، يعني التنس طاوله وباليك، يعني عرفنا بعض وبقينا اصحاب شله، بس كانت شمس مش موجوده في الشله دي. يعني برده الشله بس اختها موجوده. اختها يعني موجوده. اوكي. المهم اتفقنا ان احنا نخرج ونروح اكوا بارك. اوكي. دريم بارك ده كان ساعتها. دريم بارك، سوري، دريم بارك. دريم بارك. دي ايام الخطوبه ولا وانتم متجوزين يا كابتن محمد؟ لا دي واحنا متجوزين. وانتم متجوزين والفرح متجوزين من امتى؟ ما شاء الله. 14/7/2016. ما شاء الله بالتاريخ. تاريخ. عارف انت التاريخ ده؟ اوعى اوعى تنسى التواريخ دي. كابتن هاني بص حافظ كل التواريخ. طبعا ما فيش هزار يعني. بس كده فروحنا هناك، جينا قبل خلاص المفروض هنخرج النهارده، كله اعتذر الا انا واختها وشمس بس. أوكي. فروحنا اليوم ده، فضلنا نلعب من الصبح لحد مثلا الساعه 4. كنا رايحين بعربيتها هي،
فهي يعني انا عجبتني قوي مش ايوه قول لي بقى ايوه قول لي اللحظه يعني احكي لي اللحظه فاول ما انت ما كنتش تعرفها انت تعرف برضه اختها أشخاص. يعني انا اعرف اختها اختها اوكي وكنا فضلنا نلعب وكده جينا في واحنا خلاص كارجين راكبين العربيه هي هتسوق فهي ركنه وصاد الرصيف فهي تقريبا يعني جايبه اقول لها شمس انا معجب بيكي بدل ما تجيب القاره جابت تديه وانت فوق الرصيف خلصت على اكسدام العربيه اولها بجد والله كنت واقفه رحت داخله اتوترت جدا وبدل ما اجيب القاره عشان وبعدين بص لورا وبدل ما اجيب القاره رحت طالعه قدام كمل كمل ما فكرتش بس بقى ده كان يوم 31/8 انت حافظ كمان التاريخ اهو فاكر كل حاجه ما شاء الله عليك كلها باسوردات على التليفونات عشان ما انساش اي حاجه بعد كده قابلت مامتها كان في نص 9 وبعد كده بقى خطبنا في شهر 12 على طول ده الامور كانت سريعه يعني وبعد كده اتجوزنا في شهر 7 يعني كاتب كتابنا كان يوم عيد ميلادها 5/7 حلو وبعد كده انت اللي اخترتيه لا انا اللي اخترت لا ده شكلها قصه حب من اول نظره يعني صح بالظبط كده وبعد كده كان فرحنا يوم 14/7 بس حلو ان شاء الله يعني عايزين بقى الابن الصغير اللي بنتكلم عليه يلعب كوره ولا بينج بونج تميم اي ولا اصلا ما فيش بليمه للرجال فيخش سباحه بقى يعني انتوا يعني هو طبعا لسه بدري شويه بس من طموحاتكم تشوف ابنكم ازاي ان شاء الله في المستقبل يعني زي شومان انت بتقولي زي شومان بجد مش لعيب كوره يعني مع ان الامهات كلها اليومين دول انت عارفه لعيبه الكوره والعقود والفلوس فكل معظم الستات تتمنى ان ابنها يلعب كوره لا 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 انا نفسي اشوفه زي بابا ليه يعني بقى بتقولي كده يا كابتن لان هو حد كويس جدا رياضيا وكبني ادم لا بني ادم بيرفكت وكرياضيا هو هيبقى احسن واحد هيقدر يديله في اللعبه هيقدر ان هو يعني اللي انت بتعمله ده صح اللي انت بتعمله ده غلط هيقدر ان هو يكنترول اللعبه فاهمها اكتر من اي حد كويس قوي بس اللعبه صعبه يا كابتن محمد انا برضو بعرف بسمع ان اللعبه دي تنس الطاوله دي من اصعب اللعبات يعني مش اي حد كده يدخل يلعب تنس طاوله وخلاص هي مش لعبه بس صعبه هي لعبه صعبه جدا كمان جدا يعني مستحيل اي حد يبقى بطل فيها بسهوله يعني لازم يكون بيضحي بحاجات كتير جدا يعني زي ايه كل حاجه بتضحي بالوقت بتضحي بالخروجات انا تخيلي ان انا من ساعه يعني من اول ما اتولدت لحد ما اتجوزت عمري في حياتي ما طلعت مصيف من طول عمرك 5 سنين والتقرير بيقول لك انا اول مره في حياتي 5 سنين يعني اول مره في حياتي اسافر شرم الشيخ دي كانت بعد ما اتجوزت شمس يعني انت طول عمرك حتى اوقات الصيف او يعني هو وقت. تدريب طول السنه تدريب طول السنه تدريب الصبح يعني مدرسه كنت بتمرن مع بابا اروح مدرسه ارجع من التمرين اتمرن ارجع من المدرسه اروح التمرين مع بابا وانا صغير عندي 5 سنين بعد كده اطلع من التمرين مع بابا اروح النادي ارجع احل لو في واجب او الكلام ده بعد كده اليوم بيتكرر هو مفيش خروجات مفيش الكلام ده يوم الجمعه طبعا لازم اروح لاهلي فبرضه مفيش صحاب مفيش بنضحي بحاجات كتير جدا يعني انت ما تعرفش الساحل الشمالي اول مره في حياتي اروحه من حوالي اسبوعين يا لهوي بجد والله اول مره في حياتك تروح الساحل كلها. مارينا ما عمرك ما رحت مارينا اول مره في حياتك بتسمع عنها بس يعني والله العظيم انا الحاجات دي اول مره اخشها لأ دي هي اللي هو بقيت لاقي وقت بقى شويه بعد الجواز طبعا كل ما بكبر كل ما خلاص بقى يعني عشان ابقى بطل لازم افضل اتمرن كتير جدا فالحمد لله لما ربنا كرمني بيبقى فيه شويه راحه بعد البطولات بيبقى فيه شويه راحه بعد السفريه باخدها بقى ونسافر على طول هي بقى بتوجهني نروح فين لان انا ما اعرفش اي حاجه اصلا لا انا اول مره اعرف يعني انا اسمع ان السباحه بتاخد وقت طويل في التدريب لكن التنس الطاوله انا على درايتي الصغيره بقول ده يتمرنوا 3-4 ساعات والموضوع بيبقى موضوع سهل لكن انت تقعد من سن 5 سنين لغايه ما تتجوز كل السنين ديت حتى ما كانش عندك وقت انك تقضي اجازه مع اصحابك او مع اهلك فدي شيء صعب جدا ويعني يرجعني تاني تفكري برضو في الموضوع بتاع تميم ان هو هيبقى لعيب الكره طبعا يعني بتبقى ليه يمكن اعتقد بتبقى مميزات اكتر شويه لكن كله بيتوقف عليكم يعني انتوا ان شاء الله تشوفوه في احسن 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 حال باذن الله وانتوا يحدد مستقبله بنفسه ان شاء الله باذن الله انا نفسي ان تميم مين دي يطلع الحاجه اللي هو حاببها
مظبوط كبنج احنا يعني بابا وعمته واهله يعني اهل بابا هيقدروا ان هم يساعدوه هيقدروا يقدموا له تكنيكس هنقدر ان احنا يعني هنكون فاهمين احنا بنعمل ايه غير ان احنا ندخل نبدا حاجه من الزيرو طبعا اكيد الكوره ليها مستقبل ممكن يكون اكبر لايف ستايل تاني بس هي الفكره ان احنا البنج احنا الدنيا فاهمينها يعني عايشين القصه من جوه فهو مفيش خوف عليه التمرين بيجي معايا التمرين من اول ما اتولد من اول ما اتولد يعني من هو عنده هي كانت بتروح الشغل وهو قاعد معايا الصبح كنت انا بروح اتمرن في 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 النادي مع بابا هو كان بيجي وهو صغير يعني بيبي اجيب له سنه واقل كمان يعني كنت بديله اخد ببرونا احطها له ببقه واروح اتمرن يعيط اقعد معاه شويه بعد كده فهو طول عمره شايف البنج يعني طول عمره بيتفرج بس قدام عينيه اول ما بيخش الصاله بيبقى عايز يمسك المضرب ويمسك كوره ويفضل يعني هو خلاص هو شايف دي في طول حياته انت ما شاء الله عليك مش بس الانجاز في ان انت تحقق 11 دوري على التوالي وده بيبين مش بس انت شاطر او عندك مهارات خاصه في اللعبه دي انت بتحب حاسك بتحب اللعب يعني انت عاشق للعبه بالرغم من 11 مره على التوالي التنس انت ما خسرتش ولا شوط في الماتشات يعني ما فيش خساره في اي من الاشواط في كل الماتشات ده حقيقي ده فعلا في الدوري الاخير في الدوري الاخير احنا كسبنا ال 12 ماتش بتوعنا الثمانيه اللي هو بيبقى اول دوره بتبقى 8 فرق وتاني دوره كانت 4 فرق عشان خاطر ظروف الكورونا والكلام ده احنا كسبنا كل الماتشات 3-0 دي عمرها في حياتي ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي كسبنا كل الفرق ومنهم طبعا الزمالك كسبناه 3-0 وامبي المنافس لينا الاساسي كسبناه 3-0 برده والدوره الثانيه برده نفس الكلام برده كسبنا لعبنا 4 فرق بس كسبنا المعادي وكسبنا الزمالك وكسبنا امبي برده 3-0 فدي كانت حاجه مش هو ترجمه اللي احنا تعبنا احنا واحنا في وقت الكورونا كان كابتن عمرو رضا وكابتن اشرف فتاح وكابتن محمود الحناوي مدرب اللياقه كنا بنعمل فتنس على اونلاين على النت وبلس كده كنا كنا احنا اول فرقه ترجع من اول ما كورونا يعني نفع ان احنا نفتح الصاله ونفع ان النادي الاهلي فتح اول فرقه رجعنا على طول اللياقه وبعد كده اول فرقه رجعنا في القصد يعني في الرياضات في التنس طاوله يعني برضو رجعنا فده كان بيترجم مجهود احنا تعبنا عشان الحمد لله عشان كده ربنا كرمنا ومش كسبنا بس الدوري زي كل سنه احنا كسبناه كمان بحاجه يعني سكور حلو اللي احنا 3-0 كل الماتشات 3-0 كل الماتشات بيفكرنا بالكلين شيت بالنسبه للكوره ان يعني الكلين شيت ما جاش فينا ولا جون لمده 28 مباراه انت ما شاء الله كسرت الرقم على مستوى الفرقه كلها يعني انا ولعيب من الثلاث لعيبه اللي كانوا بيلعبوا الحمد لله ولا ماتش خسرناه ما شاء الله. احنا معانا قائد العيله الاهلاويه اللي معانا النهارده يا جماعه كابتن عادل شومان والد كابتن محمد اهلا بيك يا كابتن عادل اهلا بحضرتك اهلا بيك يا فندم اهلا بيك مساء الخير يا فندم منورنا في البيت الكبير وبنتكلم على عيله اهلاويه 100% حضرتك طبعا قائد هذه العيله ومشرفنا ابن حضرتك وزوجته كمان في الجزء الاخر الاخت كمان على مستوى الفجر طبعا فاشرح لنا العيله الاهلاويه دي عايشين تنس الطاوله خاصه تنس الطاوله عايشينها ازاي وابن حضرتك منورنا هنا في البيت الكبير اهلا بيك يا كابتن هاني ربنا يخليك يا رب اهلا بيك والله احنا تنس الطاوله عايز اقول لحضرتك يعني كانوا هم بيتمرنوا على طول من وهم صغيرين فعلا زي ما محمد قال كده ان احنا فعلا ما كناش بنتمتع باي سفريات او اي حاجه لان اللعبه دي بتحتاج تمرين على طول كنت باخدهم ومرنهم على طول في اذا كان في النادي او قبل ما وانا كنت مسافر الكويت كنت بمرنهم برضو فكنا عايشين على طول حياه تنس طاوله يعني في الكويت انا مولود في الكويت وانا كمان مصر انت مولود فين فين انا ما اعرفش مولود فين يا كابتن عادل انا عارفه لا طبعا حضرتك بتتكلم على يعني على لعبه يمكن انا اول يعني ما كنتش اعرف ان لعبه تنس الطاوله بتاخد هذا المجهود والكم الكبير لكن طبعا على مستوى البطولات ما شاء الله يعني بنقول لك مبروك يعني لمحمد البطولات والاسم الكبير اللي عمله وكمان لحضرتك كمان حضرتك كنت لاعب كبير ومدرب كبير في النادي الاهلي على مستوى تنس الطاوله فده يعني عائله اهلاويه 100% ومش عايز اسالك على الكوره لان يعني انا يعني برضو نفس السؤال محمد ما لعبش كوره او حاول يزوغ منك كده شويه وصغير يلعب كوره
هو محمد مالوش في الكوره بس انا انا ليا في الكوره. انا كان لينا في الكوره زمان كنا بنلعب، حتى كان نادي الاهلي زمان كان بيعمل دورات رمضانيه وكان فريق تنس الطاوله بيشترك فيها وكنا بنعمل نتائج طيبه جدا في كره القدم يعني. طب ده شيء كويس كمان على مستوى الكوره. كابتن عادل انا عايز اتكلم مع حضرتك، يمكن برضو في اللي عرضوا التقرير عن حب حضرتك طبعا بالاساس، وده اللي يعني صدرته لاولادك او يعني هم ورثوه منك حبك للنادي الاهلي. يعني حتى يمكن فجر اللي اتعرض التقرير اخت كابتن محمد رفضت ان هي تلعب لفريق نادي الزمالك، رفضت حتى ان هي لما تروح لاي نادي اخر ان هي تلعب امام الاهلي. بالظبط، هو فعلا حصل ان هو يعني عرضوا عليها في نادي الزمالك بس هي طبعا يعني من وهي عندها مثلا 5 سنين في نادي الاهلي رفضت انها تروح نادي الزمالك. وفعلا لما كان النادي الاهلي بيلعب ضد فريقها اللي هو نادي المعادي يعني كانت بترفض انها تلعب على اساس انها هي متربيه في نادي الاهلي، فكانت ما بتحبش انها تلعب قدام النادي الاهلي، وخصوصا كمان ان انا يعني المدرب بتاع الفريق يعني. ففعلا كانت بترفض انها تلعب قدام فريق نادي الاهلي. دي روح جميله جدا وتدل ان فعلا يعني الانتماء ما حدش بيشتريه، وحب النادي. ويمكن لقطه صغيره دي ساعات بنحطها او يعني ده بيتكرر في لعيبه الكوره، مثلا لما النادي الاهلي يعير لعيب بيشترط ان اللعيب ده ما يلعبش ضده، فالروح دي لما بتكون موجوده دي بتدل كمان يعني متربيين في النادي الاهلي وحب الكيان موجود في حضراتكم بدايه من حضرتك لغايه حتى الاحفاد ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وهو فعلا يعني احنا يعني وهي فجر يوم ما كانت يعني يوم هتبطل ان شاء الله في النادي الاهلي يعني مصير هترجع النادي الاهلي وتبطل فيه طبيعي ان شاء الله. كان ليك يا كابتن عادل تجارب تدريبيه في الامارات او في السعوديه كمان؟ لا، هو انا لما دربت في الكويت وبعدين رجعت تاني مسكت في النادي الاهلي وبعدين رجعت سافرت دربت منتخب اليمن سنه وبعدين رجعت وسافرت تاني السعوديه مسكت مدير فني اهلي جده. لاهلي جده دي اخر حاجه، وبعدين رجعت بقى مصر بقى يعني استقريت في مصر بقى، قلت كفايه كده بعد ما محمد ربنا رزقه بتميم، فقلت كفايه كده سفر والواحد بقى يتمتع باولاده يعني. ما شاء الله. طبعا يعني تاريخ برضو كبير، ويعني احنا طبعا بنشكرك اولا على محمد بطل النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، ويعني ده يعني امتداد لحضرتك وحبك للنادي الاهلي. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا تواجدك معانا هنا في البيت الكبير، وان شاء الله باذن الله نشوف ابطال زي محمد على مستوى النادي الاهلي وحتى على مستوى منتخب مصر. شكرا لك كابتن عادل. كابتن عادل شومان والد محمد شومان طبعا لاعب تنس الطاوله الكبير. احنا بعد الفاصل بقى نتكلم عن الباليه شويه، برضو حياه صعبه جدا يعني عشان تبداي تمرني حد او انت حتى من وانت اكيد بتلعبي اكيد بتبداي حياتك بعد الفجر صح؟ التمرين يبدا 4:30 4:30 5 الا ربع احنا على المايه. 4:30 على المايه الشبكة موجودة، يدوبك نسخن عشان نبدأ تمرين 5 عشان خاطر لازم نخلص 7 لربع يعني ما نعديش 7 عشان يدوبك نستحمى في 5 دقايق نلحق نوصل المدرسة قبل 7:30 عشان نلحق اللاين تمام عشان نبدأ يوم دراسي كامل، نخلص 3 نكون في النادي الساعة 3:30 4 نبدا تمرين الساعه 4:30 بعد ما نكون اتغدينا. لا بس انا خلينا في الكوره. لا 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 اللعيبه اللي عندكم الكوره اسهل يعني نروح نتمرن ساعتين ساعتين كده، لكن اللي بتقوليه ده نطلع فاصل بس وخلينا في الكوره. اتفضل. زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل ان حتى حياه اللعيبه اللي بيلعبوا الباليه المائي دي برضو حياه صعبه جدا، ان انت تبدا تقف على اللاين صح يا كابتن شمس خلي ساعديني تقف على اللاين 4:30 الصبح مش 5 كمان 4:30 الصبح واقفه على اللاين ومش وايه شبكه ايه اللي بيكونوا المعدات اللي احنا بنحتاجها في التمرين تمام. ده كلميني بقى عن صعوبه يعني صعوبه المهمه، انت بتدربي ولاد صغيره جدا في السن 4 سنين و5 سنين بتقولي لي استجابه اللعيبه يا حبايبي الصغننين دول بيصحوا بقى ما بيصحوش اكيد صح؟ هو
يعني لحد تقريبا 6 سنين 7 يعني ممكن 7 سنين ما بنكونش لسه بنجيبهم تمرين الفجر. بعد كده خلاص هي وصلت 7 سنين 8 سنين عدت اول بطوله 2 ده الفريق بتاعي في نادي الزهور. دول ولادك دول؟ دول حبايب بحبهم جدا. انت بتدربيهم وهم هم عندهم كام سنه؟ لا دول انا بدات معاهم متاخر، بدات معاهم وهم عندهم 12 سنه، فضلت مكمله معاهم تقريبا سنه. ده في نادي الزهور؟ بس ما عرفتش اكمل للاسف بسبب ضغط الشغل والجواز والخلفه كان الوضع صعب قوي. بس يعني هم بجد كانوا عيله مش طبيعيه. قعدتي قد ايه تدربيهم؟ يعني قعدت فتره طويله؟ حوالي 8 9 شهور. 9 شهور بس، واضح ان انتوا كنتوا مبسوطين مع بعض جدا. يعني اول كام تمرينه كانت صدام بيني وبينهم، اللي هو في ايه انت قفشه كده، ايه المشكله يعني بنريح، يعني ايه المشكله لما عملنا التمرينه في وقت اطول ثانيتين، ايه المشكله لما طلعنا خدنا نفس ونص؟ صغننين حبايبي مش مستوعبين. لا فطبعا لا ده بالنسبه لي انتوا بتهزروا ولا ايه؟ فطبعا دي كانت بالنسبه لي كارثه. ابتدوا بقى ان هو ايه، لا ده شمس جايه، شمس في تمرين حاجه وبره تمرين حاجه. ابتدوا بدات اعلمهم ان احنا لا احنا في الشغل حاجه، وقت التمرين ده حاجه، انا بتعامل ان انا مدربه وانتوا لعيبه، انا جايه اعمل 1 2 3 4، مش هنهزر، مش هنلعب، ممكن شويه ضحك بس على قد ان احنا 6 ساعات تمرين او 5 ساعات تمرين، احنا 5 ساعات بنتمرن. بس انت بقى شكلك عندك طولة بال وصبر من نوع خاص، لان انت بتقولي لي حتى تحت الهواء انت بتعرفي تتعاملي مع السن الصغير قوي ده، من 4 سنين وطالع يعني. يعني فما شاء الله عليكي. لان هما البنات، انا بحس ان البنات في سن ال4 سنين ده هي عايزه واحده اللي هو تطبطب عليها ومش عارفه ايه، بس في نفس الوقت ما تكونش مامتها اللي هي عارفه ان هي هتدلع عليها، او ماما مثلا هتعاقب. هي بتبقى عايزه حد غريب يقعد يتكلم معاها اللي هو ايه، لا احنا بنعمل كذا، لا انت شاطره، لا انت مش عارفه ايه حبيبتي، اللي هو بس الكلام اللي دي شويه بوزيتيف. بس انت مش بتقعي في حيره بقى من فكره اراء بعض اولياء الامور؟ دايما ولي الامر يعني او الاب او الام بيشوف ان ابنه ده دايما رقم واحد. ما بيتقبلش ابدا ان يكون رقم 2. بتتعاملي ازاي مع الحيره دي ولا مش بتقابليها في اللعبه دي؟ احنا على طول عندنا مشكله في الباليه، ان احنا كل واحده شايفه ان ايه، لا انا بنتي رقم واحد، ده انا بنتي عملت حركه من 10 سنين يا قلبي جابت بيها، بقول حقها. تمام، مع ان ممكن تكون البنت ضعفت او بقت اقوى. هم هو انت بتقيميهم ازاي اصلا لما بيعملوا العرض ده في الميه؟ يعني ممكن دلوقتي بنقيم لعيبه الكوره بقى دلوقتي بقى بالذات السرد باكات، يعني بصي انا بقيت متخصصه سرد باكات. انت بتقيمي؟ ممكن انا اقيم مع انهم بيتعوروا. يا ساتر لا 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 ده انا ليبرو جامد جدا. انت ازاي بقى بتقيمي لاعب يعني بنت في الميه بتأدي اداء انا شايفاه ممتازه جدا؟ يعني انت بتعرفي ازاي ده اداء متوسط، ده اداء لا جيد؟ هي بتبقى بالخبره، بس ان احنا متقسمين حاجتين. في جيرلز دي بتكون حركات ثابته مفيش فيها عليها اي ميوزك، دي بتبقى زي ان احنا بنظهر ستايل الحركه، الحركة بتتعمل ازاي، الايد بتتحرك ازاي، شدت المشاط ازاي، شدت رجلها ازاي. تمام، البوزيشن واقفة 90 درجة بالظبط ولا لا، مميلة سنة، يعني في بوزيشن ان هي بتبقى واقفة كده تمام، واصة تحت ورجلها فوق، مجرد ان هي رجلها مالت سنة كده بتقل درجات دي كده بقت اوفر، مع ان ممكن تكون حضرتك تشوفها عادية. تشوفيها بس انت ليكي نظرة فنية بتقولي ربع درجة يميل، ربع درجة شمال، دي كده اوفر، لا كده الدرجات هتقل. أوكي. دي كده مش عارفة ايه، لا كده الدرجات هتقل، الظهر مفتوح سنة، رقبة مفتوحة. في قريب شوية من الجامبنج او الدايفنج برضو، حتة سقطة الدايفنج زي اذا كان ستريت ولا مايل، يعني كلها اجزاء فنية مهمة جدا. بس اروح كمان لمحمد، علشان كنت بتكلم معاه في الفاصل، انت ازاي انت لاعب النادي الاهلي وبتلعب في نادي تشيكي؟ يعني انت محترف، واحنا متعودين لعيبه الكره لما بيخرج من النادي الاهلي بيروح يحترف في نادي، لكن انت بتلعب على مستوى النادي الاهلي وكمان بتلعب في نادي تشيكي. بص حضرتك، هي اول حاجه ده حاجه اللي لازم نشكر عليها النادي الاهلي، لان هو بيسمح
ان احنا يعني يزود لنا خبرات ان هو بيسمح ان احنا نسافر وناخد وقت من التمرين بتاع النادي الاهلي ونروح نلعب ماتشات هناك وبنرجع على طول، بتبقى الاولويه للنادي الاهلي. زائد ان في بعض الدوريات في اوروبا بتسمح ان انت ينفع تلعب في دوريين، وفي دوريات بترفض رفض تام. فرنسا والمانيا فرنسا والمانيا ما بيسمحوش. ولكن في يعني بيحصل اكسبشن، يعني مثلا في المانيا بيحصل لناس معينه مش المحترفين استثناءات للاعيبه الالمان نفسهم، يعني للالمان نفسهم تيم بول مثلا عشان خاطر مثلا ده رقم واحد في المانيا، او ديمتري لما كان بيلعب حتى في الدوري الالماني مسموح لهم ان هم يروحوا يلعبوا في الدوري الصيني عشان يزودوا الماتشات وخبراتهم والكلام ده. في الدوري التشيكي هو مش مسموح، ولكن النادي بتاعي يعتبر هو النادي رقم واحد هناك، فهو اتكلم مع الاتحاد وسمح لي ان انا ينفع العب في النادي الاهلي زائد ان انا العب في الدوري التشيكي بما لا يؤثر على الجدول بتاع الدوري التشيكي. فالاتحاد وافق وده بقى الموضوع بقى سيستم يعني. بقى سيستم. وكنت برضو بتكلم معاك انت على المستوى الدولي، في سن معين للاعتزال او المنتخب بياخد مثلا يقول لك انا باخد الصغيرين دلوقتي، ولا ايه سن الاعتزال في التنس الطاوله؟ هل في سن معينه ولا على حسب خبراتك وحسب ادائك؟ والله بص، هو بنسبه كبيره الناس بتميل دايما في الرياضه للسن الصغير لان ده بيبقى المستقبل، ولكن لو انت عندك لعيب بالمناسبه انت بتلعب دلوقتي واحد عنده كام؟ 58 58 سنه ما شاء الله. يعني تحركوا كمان في الملعب ما شاء الله. لا هو ده كشف البونت ده مثلا. الله الله، انتوا يا جماعه مجريين الصوره ولا هي الصوره كده بس عشان افهم؟ ما شاء الله ما شاء الله، هو كسب البونت ده في الاخر. ده كسب البونت ده، بونت طويل جدا جدا. فده كان ده عمره 8 يعني، ما فيش يعني ما شاء الله ما مش متوقف على السن. هو مش طبيعي على فكره، الراجل ده مش طبيعي يعني، هو ده ما فيش سن حد وصل له السن ده. ده فين ده محمد؟ كنت بلعبه فين؟ ده في الدوري التشيكي. الدوري التشيكي اوكي. ده اسمه بندتش، ده كان خد ميداليه اولمبيه قبل كده في الزوجي. انا كمان كنت بتكلم كمان ان في لعيب هو اللي جابني الدوري التشيكي اسمه ريتشارد فامبورني. ده مثلي الاعلى. جابك منين؟ جابني من الدوري الالماني. الدوري الالماني يعني انا كنت بلعب اول ما رحت خالص، انا رحت الدوري الالماني وانا عندي 19 سنه مثلا. كان بيبقى فيه بطولات فردي، كنت انا رايح العب درجه رابعه اصلا، نادي كده درجه رابعه، بس هي كانت انا شايف ان دي خطوه كويسه. رحت لعبت بطوله فردي، كان هو بيلعب درجه اولى، كنت اكسبه وماتش كان قريب جدا ان انا اكسبه. قام جه بعد الماتش بيقول لي انت بتلعب فين؟ بتلعب فين؟ قلت له بلعب في المانيا. واستغرب من مستواك العالي طبعا. قال لي انت بتلعب فين في المانيا؟ فقلت له بلعب في نادي اسمه دخاو. قال لي ده بيلعب درجه رابعه. قلت له قال لي طب انت ليه بتعمل كده؟ فقلت له انا اول مره اطلع وعايز يعني العب في دوري احسن. قال لي طب هات رقمك وانا يعني هشوف الدنيا فيها ايه. سنه ما كلمنيش، السنه اللي بعدها لعبت في نادي اسمه شوفهاوزن، ده بيلعب درجه ثالثه. بعد كده هو كلمني بقى لي تيجي تلعب في الدوري التشيكي درجه اولى، ده اكسترا ليج، دوري قوي جدا من اقوى دوريات في اوروبا كلها. طبعا وافقت، ولما رحت كان هو بقى المتوليني في التمرين ومتوليني في كل حاجه. الاب الروحي ده هو فعلا بالنسبه لي كده يعني. هو انا رحت ثلاث انديه، الثلاث انديه ما بتكلمش مع النادي، بيتكلموا مع فامبورني. ما تعرفش يعني خلاص يعني هو يقرر انا اروح فين من شده ايمانك بيه او ايمانه بيك يعني. بالظبط. هو خلاني اشوف حاجات انا ما شفتهاش في نفسي. وكمان ضاف لي خبرات كتير جدا في حياتي، يعني في حياتي كلها يعني. هو كان مهتم بيا في التمرين، كان بيوديني اروح مرمى المنتخب التشيكي، طبعا منتخب التشيكي قوي جدا بس بعلاقاته. هو كان رقم 16 على العالم، كسبان رقم 1 و2 على في الصين قبل كده. فاداك اوبشن انك تخش كمان في الهاي ليفل. بالظبط. وبقيت فعلا اساسي بقى مع منتخب، اي تمرين منتخب بيكلموني تعالى اتمرن معانا. حلو. هو السبب ان انا اروح النادي بتاع اللي انا فيه دلوقتي اللي هو هافليك برود، ده نادي اقوى نادي. هو برده كلم لي صاحب النادي خلاني اروح. من اكتر امنياتي اللي انا هو عنده 48 سنه وانا عندي كان ساعتها عندي 26 سنه، فات الكلام ده، فالفرق ما بينه وما بينه يعتبر قريب جدا من الفرق ما بيني انا وتميم. صحيح. فبقول له انا نفسي، هو بيلعب في الدرجه الثالثه وجامد جدا، فبقول له انا نفسي اكون بلعب افضل العب لحد ما تميم يبقى معايا في نفس الفريق زي ما انا وانت كده. زي ما انت هو بتلعب. يعني هو بيشجعني جدا لان هي برده في التنس طاوله مش مرتبطه بعمر، لكن مرتبطه بطريقه لعب، وانا يمكن طريقه لعبي مش سريعه جدا، فمش بطلع بره الترابيزه، مش بتحرك كتير. ممكن لاحظته فعلا دلوقتي. حافظ على الفيتنس بتاعك زي ما يقول لعيب كوره ما بيجريش كتير، فهو حافظ على البوزيشن بشكل كويس. بالظبط. وطريقه لعبي سريعه فبتخليني ما بحركش كتير، ف
فده ممكن يخليه هو بيفضل يقول لي انت هتلعب اكتر مني كمان يعني ما شاء الله تكمل اكتر مني واكيد هتلعب تميم معاك في الفرقه. في لعبه البليل المائي اكيد وانت بتتعاملي مع السن انا عارفه انت دلوقتي مش بتدربي انت عشان طبعا ابنك ربنا يحفظه لك يا رب فما عندكيش وقت ان انت تعملي تلعبي كل الالعاب بس قولي لي وانت فتره التدريب مع الولاد الصغيرين قوي دول اكيد في بقى مواقف يعني مش هتنسيها معاهم يعني في اكيد بقى كل العجائب بتظهر مع السن ده. اول تمرينه في الشتاء كان يوم مطبة كان امتى؟ ممكن من سنتين ونص قريب. كانت اول تمرينه في الشتاء وكانت الدنيا ساقعه قوي واحنا عادي في المايه فين المشكله يعني فين المشكله الجو ساقع لا والله مفيش مشاكل تمام وبنوته صغيره اسمها هنا هي لحد النهارده انا بحبها جدا وهي بتحبني جدا قعدت تعيط ملا كل عن 10 دقائق عياط في المايه انا عايزه اروح وانا مش هكمل والمايه ساقعه وابتدت ان هي بتتفعش ابتدت ان فاللي هو اوعي تقولي لي كنت مصممه تكمل لا واحنا عادي كملنا تمرين اسمها بجد والله يا لهوي ده لو منك انزل اعيط جنبها انت بتتكلمي في ايه احنا حتى الاهالي عندنا في النادي كملتي بتقولي التمرين عادي كملت تمرين ساعتين عادي تمرينتي كانت من 6 ل 8 فاحنا كملنا من 6 ل 8 طلعتها 8 وهي بتعيط من 6 ل 10 مثلا 6 وربع بتتعاملي ازاي في المواقف دي يا كابتن شمس بنفضل يعني بفضل اتكلم معاها معلش طب اشتغلي انت لو اشتغلتي هتدفي نفضل كده كتير بعدين بنوصل بقى للليفل اللي مش حلو انت لو ما طلعتيش اشتغلتي هتطلعي تروحي لو طلعتي تروحي مش تيجي التمرين الجاي لو ما جيتيش التمرين الجاي مش تيجي خالص تقعدي جنب مامي في البيت ده مجهود اضافي على المجهود اللي انت بتعمليه يعني هي لازم تكسر الحته ديت يعني انت لازم تكسر الحته الجزء الاول 10 دقائق كده والخوف والتعب وساعات بيجي لك كمان ممكن بنات تعبانين من التمرين فانت كمدربه لازم تكسري الحته ديت يا اما بالنقاش يا اما بالحزم يعني ده احنا بنقعد نتناقش مده طويله عشان خاطر البنات لسه في الاول طبيعي. مش عايزينهم ان هم يكرهوا اللعبه مش عايزينهم ان هم يبقوا خايفين مننا لان احنا بالنسبه لهم حد غريب فبنفضل نتناقش في الاول مده طويله بعد كده بقى الاهالي بيجوا فبنفضل نتناقش مع الاهالي ان انت ما ينفعش انت تيجي مظبوط يعني مزبوط. انا هنا اكني ماما في البيت فما ينفعش انت تتدخلي طبعا الموضوع ده بيبقى صعب جدا جاي بقول لك محتاج مجهود على مجهود يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تجيبي اخت التميم تلعبيها بالي مائي مش هنسكت احنا على الموضوع ده يلعبك يا محمد ان شاء الله شكرا ليك يا حبيبتي شرفتينا النهارده جدا نورتينا فعلا نورتنا كابتن محمد من نجاح لنجاح ان شاء الله ربنا يخليك يا رب نورتنا كابتن محمد نورتنا بجد وان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي تتمناه وشمس نورتينا وبالتوفيق وسلمي لنا بقى على تميم بسهوله شكرا شكرا نورتونا